أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة هنبتدي Lecture 6 في البلاد، ودي المحاضرة الثالثة في الهيموستيزيس، وهي الألطب بالنسبة لكم. أنا عارف الناس تحب الأمراض، تحب الأدوية والتجارب المعملية اللي بتعمل الأمراض وحاجات من هذا القبيل، فهي التطبيق الإكلينيكي على الهيموستيز، فعشان كده هي الحصة الألطف حقيقة. زي ما بناخد مثلا في الار بي سيز الأنيميا بتبقى هي الحاجة الألطف. وكعادتنا أولاد هنبتدي بالامتحان، وزي ما اتفقنا ان احنا قررنا وي ديسكاس الاكزام، مش مجرد نقوله انما وي ديسكاس. وهو امتحان النهاردة الحقيقة يعني صعب شوية. انا قصدت وحطيت لكم قبليها بمده قصيره عشان خاطر تحاول تحل، انما تعالوا ليتس مع بعض وعاوز اذاكرها شويه. فاول سؤال تشوز، اولا احنا هنا الامتحان كله تشوز الانكوريكت انسر، يعني واحنا اتفقنا ان هذا النوع من الامتحانات هو الاصعب، مش كل مره بنعمله طبعا عشان خاطر معناه ان السؤال بثلاثه يبقى الاستفاده اكتر. فأول سؤال regarding the fibrinogen group، خلاص fibrinogen group ده اللي بيصنع الجلطة، واللي هو بيشمل fibrinogen اللي هي factor 1 وخمسة زائد 8 يساوي 13. فأول إجابة بيقول لي إنه includes factor 2، لا factor 2 ده البروثرومبين مش الفايبرينوجين، وعليه تبقى إيه هي دي الإجابة الخاطئة. تاني نقطة قلنا إن مين بينشط الفايبرينوجين إلى fibrin الثرومبين، وقلنا كل ما ينطبق على رئيس القائمة ينطبق على أعضاء القائمة، يعني الثرومبين مش بينشط فايبرينجين بس، كل أعضاء الفايبرينجين جروب، فإتس أكتيفيتد باي ثرومبين، دي صح. طب هو الذي يصنع الجلطة، وإحنا قلنا إن لما يشيل الجلطة وارميها اللي فاضل ده اسمه السيرم، يبقى 100% هو absent in serum لأن هو بيصنع الجلطة، السيرم لو مفيهوش جلطة. وبعدين one factor is stored in platelets، دي طبعا يعني سؤال ضخم شوية. طبعا factor 13 اللي هو الفايبرين stabilizing factor، طبعا ده stored في البليتلتس، ده الفا granules. وعاوز اقول لك حاجة تاني، وحتة من factor 8 اللي هي الفون فيلبراند factor، ده برضو بروتين الفا granules stored يعني، بس حتة خلينا في 13. يبقى واحد الاجابة الصحيحة ايه regarding the prothrombin group، البروثرومبين جروب ده اولاد اللي هو بروثرومبين 7 9 10 زي الكرينيال اوتونوميك، ويحتاج لعمله فيتامين كي، ويساعد في عمل الجلطه لكن ما يدخلش فيها يبقى مش في السيرم. تعال نشوف السؤال بقى، it needs vitamin k for its formation، صح ده هو عشان كده فيتامين كي مهم للكواجيليشن. it includes factor 1 و7 و9 10، لا بروثرومبين فاكتور 2، يبقى دي هي الاجابه الخاطئه. شوف السؤال اللي بعده لطيف قوي، بيقول لك one factor منهم is specific for the extrinsic pathway، طبعا مين the only specific factor extrinsic pathway، factor 7. طب هو بيضمن 7 اهو، من ضمن 7. بعدين each deficiency سؤال ألطف، will affect extrinsic and intrinsic pathway of coagulation، صح لان نقص فيتامين كي هيؤدي لنقص 7 و9 و10، قلنا بروثرومبين 7 9 10، 7 ده الاكسترنسك، طب و9 ده ضمن اعضاء الانترنسك، يبقى نقص فيتامين كي بيبوظ انترنسك واكسترنسك. سؤال صعب حقيقي، بس هي دي الاسئله اللي بتيجي هنا، انا بمرنكم على الصعب. السؤال الثالث الانتي ثرومبين 3، الانتي ثرومبين 3 is facilitated by heparin، صح it inactivates factor، فاكر 9 في الخير 4 يبتدي برقم 9 9 10 11 12 صح، it inactivates thrombin غلط، ملوش علاقة بالثرومبين رغم ان اسمه anti thrombin 3، قلنا واحد اسمه نخلة وطلع قصير. وبعدين it inactivates the intrinsic pathway of coagulation، طبعا ما هو في فاكتور 9 و11 و12 اللي هم بتوع الانترنسك باثويز، يبقى الاجابه الصحيحه هي سي، سي هو الخطا. نيجي السؤال الرابع يا اولاد regarding protein C and S،
they inactivate فاكر كل عائلة الفايبرينجين فهم بينهبت بينأكتيفيت الانهبيتور بتاع التي بي اي فالتيشو بلازمينوجين اكتيفيتور يحول البلازمينوجين لبلازمين يحطم الفايبرين والفايبرينجين وينأكتيفيت فاكتور 5 و8 وقلنا لكن ما لهمش علاقة بفاكتور 13 لان هما بيكسروا الجلطة فاكتور 13 ده بعد التجلط يبقى الإجابة الصحيحة دي هما ما لهمش علاقة بفاكتور 13 أسئلة صعبة جدا يعني اللي حل هذا الامتحان يبقى فعلا فهم كويس قوي مش اي حد regarding the smooth endothelial cells of blood vessels خد بالك the smooth endothelial cells دي ما بتحبش الهيموستيزيس خالص فthey produce prostacyclin طبعا اللي بيعمل vasodilation يمنع platelets aggregation بيعملوا الثرومبوموديلين طبعا اللي هو بيموديليت الثرومبين يحوله لحاجة تمنع التجلط كومبلكس اللي هو بينشط بروتين سي و اس يبقى دي صح Their integrity prevents activation of factor 12 and platelets صح طول ما الاندوثيليوم سليمة الكولاجين مستخبي وراه لا هيحصل activation لفاكتور 12 اللي هو بتاع الانترنسك باثوي اللي هي الاهم في التجلط الانترنسك زي ما قلنا ولا هيحصل activation للبليتلتس They react to the receptors of glycoprotein coated platelets لا طبعا اللي بيرياكت مع receptors دي هي الكولاجين مش الاندوثيليوم يبقى دي هي الإجابة الخاطئة وعليه إجابات الأسئلة هي 1A for alpha 2B for baby 3C for cat 4 و 5 هما 2 نفس الإجابة D for daddy امتحان صعب يا أولاد I know يبقى حاول تحله تاني please تقرأ كويس بس لو حليته ده يبقى أنت يعني بإذن الله تقدر تشتغل later on تبقى راجل متميز في الهيماتولوجي طيب توقع عن تدر المحاضرة كنا في المحاضرتين السابقتين في محاضرة درسنا قلنا الهيموستيزيس أربع خطوات أول خطوتين الفازو كونستريكشن والبليتلتس البليتلت بلاك درسناهم في محاضرة والستراكشن والبليتلتس والكوأجيليشن ميكانيزم والأنتي كلوتي ميكانيزم اللي هو العامل الثالث والرابع درسناهم في محاضرة النهاردة بقى بناخد التطبيقات الإكلينيكية وهي الألطف وعاوزكم تساعدوني لأنه كلها بيزد على حاجات أخذناها قبل كده طيب دلوقتي عندنا الأنتي كواجيلانس وده سؤال نظري مهم وسألف مانعات التجلط حاجة صناعة المخلوق حاجة اللي عملناها احنا لمنع التجلط اللي هما substances which prevent blood coagulation او عندنا هنا في امريكا بيسموهم blood thinners وناس كتير عندنا في وطننا او في اوطاننا عارفين كلمة blood thinners حاجات اللي بتحتفظ بالدم في حالة سائلة فبنقسم السؤال الى قسمين حتى هم مستخدمين اللون الاصفر مين الانتيكواجلانس اللي بتشتغل بره الجسم outside the body نسميهم in vitro واللي بتشتغل inside the body نسميهم in vivo فممكن السؤال يجي كاملا او السؤال ممكن يجي شقين تدي حاجات اللي بتمنع التجلط in vitro يعني outside the body اولا عاوز اعلمكم يعني مش عارف ليه الزملاء ما بيهتموش بالحاجات دي كلمة in vitro vitro في اللاتين معناها في الإزاز in a glass والمعنى الحاجات اللي بتمنع التجلط في test tube مثلا هتقولي طيب ايه أهمية احنا نمنع التجلط خارج الجسم اقولك في حالتين تعال نفكر في معامل التحاليل مش ممكن هنحلل عينة الا اذا منعنا انها تتجلط لو جلطت العينة هنحللها ازاي وتاني حاجة في بنوك الدم في البلاد بانكس الدم اللي بناخده من الدونر اللي هو الواهب لازم ما يتجلطش وإلا هنديه ازاي يبقى الانتيكواجلانس ان فيترو ومعناها outside the body ده بالمعنى انما ان لاتن ان فيترو يعني ان جلاس واتمنى الزملاء الاصغر سنة اللي بيسمعوني
ياخدوا نوتس ويقولوا هذا الكلام للطلبة. طيب قبل ما برضو بقول الزميل تشرح انت انفيترو دي امتى، فهمهم، فهم الناس امتى هنمنع التجلط بره الجسم. في حالتين، في معامل التحاليل بنمنع تجلط العينات، وفي بنك الدم. في ثلاث طرق مشهورة، في طرق كثيرة، انما دول التلاتة الاشهر عندنا. اول حاجة، مين الايون اللي مهم للتجلط؟ كلكم فاكرينه، الايونايز كالسيوم، وده هنعرف بعد شويه ان ده عباره عن الكواجيليشن فاكتور رقم 4. افتكر هي معلومه زقناها. يبقى الكواجيليشن فاكتور رقم 4 هو الايونايز كالسيوم. قلنا يا اولاد كما قوه شمشون في شعره، قوه الكالسيوم في التشارجز. يعني الكالسيوم عشان يساعد التجلط لازم يبقى متأين. في طريقتين، يا اما ارسبه بالاوكساليت، فالكالسيوم اوكساليت ده بريسيبيتد باودر بودره، او اخليه غير متأين بالستريت بس ستيل يعني دايم مش بريسيبيتد. يبقى الكالسيوم ستريت ده اهو مش متأين، يبقى شلت الاينز بتاعته، اي شايف بحط الليزر بس اصبح في نفس الوقت دايم. ودي ارخص طريقه لمنع تجلط الدم، لان ممكن تشتري الاوكساليت والستريت ده بالكيلو. يعني اسهل طريقه لمنع التجلط هي بالاوكساليت يا بالستريت. الاوكساليت بيرسب الكالسيوم، الكالسيوم اوكساليت ده بريسيبيتد، اما الستريت فده بيخليه غير متأين لكن في نفس الوقت دايب في الدم. سؤال داخل سؤال مهم جدا في الشفوي، تفتكر في بنوك الدم بيستخدموا ايهما؟ يعني بيستخدموا الاوكساليت ولا الستريت؟ الاجابه الستريت، هو used in blood transfusion. ده تقولي انت علمتنا، تفهمنا ليه بيستخدموا الستريت ومش الاوكساليت. فحضرتك حطيت اوكساليت، الكالسيوم اوكساليت ده قلنا باودر بودرة، انت نفسك تقف يعني ما ترضاش تقرف بانك تشرب يعني سوفت درينك، فتحته تخيل كده ازازة بيبسي ولقيت تحت فيه باودر، فيه بودرة تحت، ترضى تشربها؟ طبعا لا. طيب من باب اولى يعني مش هتاخدها في الدم؟ عشان كده بنحط الستريت، لانه ما بيحتفظ بالكالسيوم دايب، مفيش باودر، مفيش بودرة، لكنه غير متأين، واحنا قلنا قوته في التشارجز، يبقى كده الدم مش هيتجلط. يبقى في بنوك الدم بنستخدم الستريت نوت الاوكساليت. المواد اللي بتلغي عمل الاينز يسموهم كيليتنج ايجنتس، كيليتنج ايجنتس اللي هي تزيل عمل الاين. فالاوكساليت والستريت اسمهم كالسيوم كيليتنج ايجنت، حتى ناقصه هنا يا اولاد تي، كالسيوم كيليتنج ايجنت. معلش نصلح كل حاجه في اوانيها. طيب نيجي لل تاني طريقة لإيقاف النزيف، آسف، لمنع التجلط، الهيبارين بتاع ربنا. احنا عرفنا تركيبته، بنستخدمه في نفس الوقت لإنه لمنع التجلط. ممكن عينة الدم في المعمل نحط عليها هيبارين مش هتتجلط، وهحكي لكم قصة الهيبارين في عجالة لما جينا حالة دلوقتي. وانتوا عارفين الهيبارين ده مساعد البطن، ده ما بيمنعش التجلط، هو بيساعد الانتي ثرومبين 3، يعني هو عبد السلام النابلسي، هو بيفاسيليتيت الانتي ثرومبين 3. وقلنا لسه جبناها سؤال، انتي ثرومبين 3 ده بيمنع التجلط ازاي؟ بيسعى في الخير، بيين اكتيفيت فاكتور 9، بيسعى بيين اكتيفيت 9، كملهم 4 بقى ورا بعض، 9 10 11 12، ادي ازاي بيشتغل البرين. طب تالت طريقه، احنا فاكتور 12 اللي هو المهم بقى بتاع الانترنسك باثوي اللي هي المهمه، ده احنا نتجلط اساسا بالانترنسك ثم انترنسك ثم انترنسك وثم اكسترنسك، يعني انترنسك ده المهمه بره. يعني مين بيقوم مقام الكولاجين فايبرز ويجلط ويأكتيفيت فاكتور 12 وبالتالي يعمل انترنسك باثوي؟ فاكر النيجاتيف تشارجز اوف ويتا والسيرفس. فلو انا جبت تيست تيوب
coated with silicone مبطنة بالسيليكون أو بالواكس بالشمع ما بيبقاش فيها نيجاتيف تشارجز ما بتعملش اكتيفيشن لفاكتور 12 اللي هو بيجلط الدم في التيست تيوب احنا قلنا لما بنحط الدم في تيست تيوب ده سؤال شافه مهم بيتجلط بأنهي باثوي هو ان فيترو بره الجسم بس بالانترنسيك باثوي اللي بيقوم مقام الكولاجين هو النيجاتيف تشارجز اوف فيتامين سيلز فانت تجيب انبوبه مبطنه بالسيليكون او بالواكس يبقى ما فيهاش نيجاتيف تشارجز يبقى مش هيحصل اكتيفيشن لفاكتور 12 يبقى مش هيشتغل انترنسيك باثوي يبقى مش هيجلط الدم اقول لك حاجه برضو ازق معلومه فاكتور 12 ده بيسموه الكونتاكت فاكتور عشان هو بيتنشط بالكونتاكت يا ولاد بيسموه الكونتاكت فاكتور او جلاس فاكتور اذا حبيت تعرف ادينا زقنا معلومه يبقى فاكتور 12 اسمه كونتاكت فاكتور او جلاس فاكتور بقول اسماء الفاكتورز عجاله واقول لك ازاي تحفظهم في اخر المحاضره باذن الله يبقى دي الثلاث طرق اللي ممكن نمنع بيها التجلط خارج الجسم ان فيترو المعنى اوتسايد ذا بودي الكلمه في اللاتين معناها ان جلاس في انبوبه ازاز يبقى اول طريقه قلناها ينرص بالكالسيوم بالاوكساليت يعني يفقدوا التشارجز بالستريت لكن يقعد دايم وده اللي بيستخدم في بنوك الدم سؤال شافه طب تاني طريقه بالهيبرين تالت طريقه بان احنا نجيب التست تيوب مبطنه يا بسيليكون يا اما بواكس بشمع في الحاله دي مش هيحصل اكتيفيشن لفاكتور 12 اللي هو بدايه الانترنسيك باثوي اللي هي اساسا بيتجلط بيها الدم اوتسايد ذا بودي برغم ان اسمها انترنسيك باثوي. طب نيجي الاهم بقى يا اولاد. ازاي نمنع تجلط الدم ان فيفو والمعنى انسايد ذا بودي. لكن في اللاتين برضه عاوز الزملاء الاصغر سنا يسمعوني ويقولوا الكلام ده. ان فيفو يعني ان ليفينج والمعنى انسايد ذا بودي. انما فيفو يعني حاجه حيه. بشتغل في حاجة حية اللي هي inside the body السؤال برضه هنبتدي نفس البداية امتى انا عاوز امنع التجلط داخل الجسم فكر معايا انت كده حضرتك في شخص حصل له جلطات وخايفين يحصل له جلطات تانية واضح ان جسمه عنده استعداد لتكوين جلطات حصل له جلطة في رجله مثلا دي venous thrombosis او جلطة في القلب او ما شابه او شخص ما حصلوش جلطات بس في استعداد عنده لحدوث جلطات فبنديله الانتي كواجلانس ده العنوان الرئيسي مضادات التجلط او البلاد ثينرز سموها كده خد بالك برضو ايه الفرق بين البلازمين والانتي كواجلانس اللي من ضمنهم الهيبارين البلازمين كان بيسيح جلطه يعني انما ده بيمنع حدوث جلطه لكن ما بيسيحش الجلطه بقولها باسلوب سهل يا اولاد عشان تعرفوها في العربيات في عندنا حاجه اسمها مزيل للصدى وفي حاجه اسمها مانع للصدى يعني لو في صدى لازم الاول تحط مزيل للصدى يشيل الصدى وبعد كده تحط حاجه تمنع تكون صدى ده اسمه مانع الصدى البلازمين اللي خدناه ده بيسيح الجلطه انما الهيبارين ده ما بيسيحش جلطة بس بيمنع تكون الجلطات يبقى مين العيان اللي هنديله الهيبارين او الانتي كواجلانس الدايكيمارول واللي اشهر حاجة فيها الدواء بتاعه اسمه وارفرين دول اشهر دوين عندنا في الطب يمنعوا حدوث الجلطة الهيبارين او الهيبارين والدايكيمارول اللي هو اسمه كعقار الوارفرين يبقى هنديهم للعيانين اللي هم حصل لهم جلطة او خايفين يحصل لهم جلطة استخدمهم جوه الجسم طيب عاوز احكي لكم في عجالة قصة الهيبارين لان دي يعني لطيفة جدا اللي اكتشف الهيبارين ده فتح ودانك طالب في كلية الطب في سنة تانية second year medical student صار اسمه جاي ماكلين وكان هذا في سنة 1916 يعني ده يوريك ان هنا في الجامعات هنا ده كان في جامعه جونز هوبكنز يونيفرسيتي في جامعه طالب سنه ثانيه هو اللي اكتشف الهيبارين الراجل اللي ادى اسم هيبارين هو كان الاستاذ بتاعه
اللي اسمه جو اللي اسمه ويليام هنري هويل، ده الاستاذ بتاعه هو اللي سماه هيبارين. عارف ليه سماه هيبارين؟ اقول لك، لان هو الطالب ده اكتشف الهيبارين في كبد الكلاب، يعني طلعه من اكستراكت من كبد الكبد. في اللاتين كلمه كبد يعني هيبا، هيبا يعني كبد، عشان كده سموه هيبارين، هيبارين. ولو ان في حاجه خطا هنا، انك انت ما تسمع هيبارين يتهالك ان اخره اي ان، يبقى ده بروتين. هو مش بروتين الحقيقه، هو بولي ساكرايد بنتا ساكرايد، انما ده اصل الكلمه هيبا، لان هم اول ما خرجوه من كبد الكلاب. وزي ما قلت، المكتشف انتوا تعتزوا بيه بقى، وتعرف ان انت حتى وانت طالب ممكن تكونتريبيوت للعلم. جيري ماكلين ده كان طالب سكند يير ميديكال ستودنتس في جامعه جونز هوبكنز يونيفرسيتي، ده اللي عمل الهيبا. اما الدايكومارول فده موجود في النباتات، ده قصة اكتشافه طريفة جدا، حب احكيها لكم في عجالة برضه، اعتبرها فقرة معلومات عامة. وهنا بنقول الكلام ده في سنة الف، طبعا نسيت اقول لك الهيبارين ابتدينا نستخدمه سنة 1935، يعني هو الراجل الولد اكتشفه في 1916، انما بدأوا بقى يستخدموه فعلا كمضاد للتجلط في سنة 1935. الدايكيومارول ده اوف بلانت اوريجين، قصة اكتشافه غريبة جدا. في 1920، في سنة 1920، راجل فلاح راح لراجل أستاذ اسمه كارل، وقال له إن البقرة بتاعتي، وكان بقى في الوقت الديبريشن، يعني في بقى إيه انهيار اقتصادي على مستوى العالم كله بتاع سنة 1920 كده، وصل أقصاه في العشرينات. فقال له زعلان جدا، البقرة بتاعته ماتت. ليه عم؟ قال إن هي أكلت نوع معين برسيم مولدي يعني، وظهر فيه ماده، والماده دي عملت لها نزيف بحيث ماتت من نزيف، وحتى اللي بيشرب اللبن بتاعها تصور بيجيله نزيف. فقعدوا يدوروا ايه اللي في النبات ده، وكانت دي قصه اكتشاف الدايكيومارول، او اللي هو كعقار بنسميه وارفرين. وهو ليه استخدامين في الطب، استخدمه احنا طبعا كمانع التجلط، بس طبعا بجرعه معينه محسوبه، مش هنديك كميه تموتك من نزيف. واستخدم في فقر المعلومات العامه فتح ودانك كسم للفيران، الوارفرين ده يعني، احنا عرفنا بقى البقره ماتت من نزيف، فاحنا نحطه في السم الفيران لما ياخده يجيله نزيف. دي كانت فقره المعلومات العامه عن الهيبارين اللي اكتشفه طالب في سنه ثانيه زي حضراتكم، والدايكومارول قصه البقره. وبرضه بقول للزملاء لازم يقولوا هذا الكلام يا جماعه، عشان تبقى جامعه ما تبقاش كتاب. ومع شقت مثل عشق النظام، حب قوي هقولها في جدول في تيبل 4، وده سؤال نظري مهم اسالك تبقى عارفه. الاوريجين، الهيبارين ده صناعه الخالق اللي بيعمله اساسا الماست سيلز اللي في التيشو، ولكن كمان بيعمله البيزوفيليك سيلز اللي في البلاد، نوع من انواع كرات الدم البيضاء. بس احنا عرفنا تركيبه وعرفنا نحضره صناعيا. انما الدايكيومارول زي ما حكيت لك القصه، البقره كانت نبات برسيم، فده اوف بلانت اوريجين. الميكانيزم، الهيبارين بيشتغل ازاي؟ قلناه مساعد البطل، بيفاسيليتيت الانتي ثرومبين 3 كويس، يعني هو مساعد البطل، هو عصام نابولس. انما مين اللي بيمنع التجلط؟ الانتي ثرومبين 3 اللي قلنا وجبناه لكم سؤال ملوش اي علاقه بالثرومبين، انما كان بين اكتيفيت اربعه فاكتور، فاكر ورا بعض تبتدي برقم ايه؟ فاكره انا سامعكم، الانتي ثرومبين 3 بيسعى في الخير 9 10 11 12. ده ازاي بيشتغل الهيبارين؟ اقول لك نقطه مهمه في الام اس كيو، يبقى الهيبارين ده الوحيد اللي خدناه ان فيفو داخل الجسم، وان فيترو في المعامل وفي بنوك الدم، بس طبعا بنوك الدم ما بيستخدموش في المعامل، يبقى ان فيفو ان فيترو، واللي خدناه ان ربنا بيطلعه كانتي كلوتنج ميكانيزم كناتشرال انتي كواجلانتس. يعني هجيبه لكم سؤال، هل هو ناتشرال انتي كواجلانتس عامله ربنا؟ صح، ما هو طالع من البيزوفيليك والماست سيلز. هل بيستخدم ان فيترو؟ صح. هل بيستخدم ان فيفو؟ صح. مين الوحيد اللي كل الاجابات صح فيه؟ الهيبارين. اهو سؤال مهم، وانا بقول لكم السؤال سؤال بسؤال، لاني عارفهم وعارف بيجيبوها ازاي. اما الدايكيومارول، كيومارول اللي هو كدراج بنسميه وارفرين،
فده بيشتغل بطريقة جميلة جدا. مين يا أولاد الفيتامين اللي مهم للتجلط؟ فيتامين كي. تمام؟ مهم العمل؟ جبتها لكم سؤال وأنا قلت لكم الأسئلة بجيبها تحضير للي هنقوله في المحاضرة اللي بعدها. إن فيتامين كي مهم العمل بروثرومبين جروب. بيساعد الإنزيمز اللي بتعمل بروثرومبين جروب في الليفر. يعني هو بيشتغل ككو فاكتور، ككو انزيم، يعني شغلانه بسيطه بس مهمه جدا. كو انزيم بيساعد تكون البروثرومبين جروب. فاكرهم البروثرومبين جروب دول في عجله زي الكرينيال اوتورامكس، بدل ما تقول 3 7 9 10 بروثرومبين 7 9 10. الدايكيومارول ده بيعمل كومبيتيشن وذ فيتامين كي. ليه بقى؟ برضو بقولها للزملاء مش مهم عليك قوي، انه عنده نفس التركيبه بتاعت فيتامين كي، فالانزيمات هتاخد الدايكيومارول ظنا منها ان ده فيتامين كي وهو مش فيتامين كي، فيحصل لها بدل مساعده يحصل لها تثبيط فما تشتغلش. المركب اللي موجود في الدايكيومارول نفس التركيبه بتاعت فيتامين كي، حتى اسمه لطيف بالعربي والانجليزي، نفثو كينولين رينج. يعني الرينج اسمها كده، اسمها بالانجليش نفثو كينولين رينج. فانا بقول حتى عشان ما تنسهاش ان الدايكيومارول بيحتوي نفس، دي عربي، نفس دي عربي، نفس ايه؟ افتح ودنك اللي جاي انجليزي، نفس النفثو كينولين رينج اللي في فيتامين كي، فبيعمل تثبيت لعمل بروثرومبين جروب. النقطه الثالثه، الهيبرين يشتغل فين؟ قلناها يا اولاد ان فيترو وان فيفو، حتى خدناها قبل كده كناتشو انتي كواجلانتس. انما الدايكيومارول ده لازم يبقى فيه ليفر، يبقى ما يشتغلش الا لما يبقى فيه ليفر، يبقى اونلي ان فيفو. اخد النقطه الرابعه والخامسه، بحب اخدهم مع بعض. الهيبرين بيشتغل رابيد، يعني اول ما اديك حقنه الهيبرين مش هيحصل تجلط، بس عيبه شورت دوريشن، بيقعد حوالي من 4 لـ 6 ساعات. انما الدايكيومارول بيشتغل سلو. ليه؟ طيب يقول لي فهمنا دلوقتي، انت الدايكيومارول ده بيمنع الليفر انها تطلع البروثرومبين جروب، بس اوريدي افتح ودانك، اوريدي الدم بتاعك فيه بروثرومبين جروب، فيه الاربعه فاكتور دول. فامتى هيبان تاثيره؟ لما الاربعه فاكتور دول يخلصوا من الدم، لان قلنا كل حاجه في دمك دايناميك، كل حاجه في جسمك ما عدا النيرف سيلز والمسل سيلز دايناميك، بتتاخد وتعمل غيرها. فلما يخلص البروثرومبين جروب اللي في الدم هيبان تأثير الدايكيومارول ان الليفر مش قادر يعمل بروثرومبين جروب جديد، عشان كده الاكشن الانسب بتاعه سلو، بيبتدي بعد 2 دايز، انما الهيبرين بيشتغل ايميديت. بس في ميزه ان الدوريشن بتاعته لونج، كل حاجه فاهمينها. طب نيجي الادمنستريشن. الهيبرين بيتاخد بالحق اساسا انترافينسلي، لكن ممكن يتاخد انتراماسكو اي في، يعني انترافينس وانتراماسكو، انما الدايكيومارول بيبقى اورال. طيب انا اقول لك حاجه لطيفه اتذكرك بيهم، تعال نحط بقى بفهم المعلومات مع بعض. يبقى ايه مزايا الهيبرين؟ ان انا اول ما اخده مش هيحصل تجلط، رابيد اونست. طب ايه عيبه؟ حاجتين، انه شورت دوريشن وبيتاخد بالحق، يعني هحتاج حقن كتيره، 4 حقن في اليوم، مش قلنا هو 6 ساعات في اليوم؟ يبقى بس تاخد 4 حقن. يا خبر ابيض، ده الواحد ما بيحبش الحقن. يبقى عيبه انه بالحق وحقن كتيره لانه شورت دوريشن. بينما الدايكيومارول العكس تماما، بيبتدي بعد يومين لما يخلص البروثرومبين جروب اللي في الدم خلاص. بس في ميزه، بيتاخد اورالي بالفم، نسبه الحبوب حلوه خالص، ويقعد لونج دوريشن. طالب ذكي يقول لي دلوقتي يفكر ازاي ممكن نجمع الادفانتج مع الديس ادفانتج. انا اقولها لك، احنا في بعض الاونه نقول للعيان، افرض العيان خايفين يحصل له جلطه دلوقتي حالا، يبقى نبتدي بهيبارين ودايكيومارول مع بعض، ونقول له معلش استحملنا لمده يومين هنديك حقن، لحد ما الاقراص تكون اشتغلت هنوقف الحقن. شفت فكره جميله ازاي؟ يبقى نبتدي بالهيبارين، هيشتغل دلوقتي، معلش هنديك حقن لمده يومين، عبال ما مين يكون اشتغل الدايكيومارول ده. كيف نفكر؟ اللي جاية دي اهم من الجدول كله. انتيدوت، يعني ايه في اللغة انتيدوت يا اولاد؟
يعني عقار يوقف عقارا اخر. الهيبرين والدايكيومارول دي ادوية مهمة جدا في الطب ولكنها قنبلة موقوتة، يعني لو اديتها بجرعات زايدة او ممكن تدي نفس الجرعة بس العيان عنده حساسية للدواء. يعني واحد يقول لي طب وليه الدكتور من الاول يدي جرعة زايدة؟ يا اخي ساعات بيدي الجرعة صح بس العيان عنده حساسية مفرطة للعقار، يبقى هيتقلب العيان بدل ما يمنع التجلط هيموت العيان من نزيف داخلي. تصور يعني احنا جينا عاوزين نمنع التجلط، العيان حساس، اتقلب الوضع من عيان عنده استعداد للتجلط لعيان هيموت من نزيف داخلي. فنعمل ايه في الحالة دي؟ لازم نبقى عارفين الانتيدوت. ما تمسكش سلاح وانت مش عارف تأمنه، فلست تعرف ازاي توقف عمل الهيبارين وازاي توقف عمل الدايكيومارول. طالب قال لي انا شايف واحد اهو رافع ايده بيقول لي انا هقول لك الدايكيومارول يمنعه ازاي، يوقفه ازاي. قلت له قول لي. قال لي انت قلت لنا الكثرة تغلب الشجاعة. قلت له صح. قال لي يبقى ندي كمية كبيرة من فيتامين كي. مش هو بيكمبيت مع فيتامين كي؟ يبقى اما ادي فيتامين كي بكمية كبيرة يطرد الدايكيومارول ويشتغل الفيتامين كي اللي هو الكوفاكتور الصحيح اللي بيساعد تكوين بروثرومبين جروب. قلت له ممتاز، تفكير ممتاز. اما الهيبارين ازاي بنوقفه؟ بعقار تحفظه صم اسمه بروتامين سلفيت. بروتامين سلفيت، البروتامين سلفيت ده بيتحد مع الصوديوم اللي في الهيبارين وبيدي مركب ان اكتف خامل بروتامين سلفيت. والجرعه بتاعته مش عليك، انما هي لطيفه انك انت بتستخدم 1 ملي جرام 1% بروتامين سلفيت، ده يوقف لك 100 انترناشونال يونت اوف هيبارين. يعني ال1 ملي جرام بروتامين سلفيت يوقف 100 يونت هيبارين، وطبعا ليك جرعه لها ماكسيمم بس ده هتاخده في الفارماكولوجي. في طريقه تانية الناس بتحب تسالك فيها، هل لو ما عندكش العقاقير دي صعبه شويه، انت نقصك يعني الهيبرين نقص فاكتور 9 10 11 12 ودايكيومارول نقص بتوع فيتامين كي بروثرومبين 7 9 10، طب دول ناقصين وعشان كده انت بيحصل لك نزيف. طب نعمل ايه؟ ناخد دم من شخص سليم. الشخص سليم عنده ال 12 فاكتورز موجودين ونديك شويه دم، يبقى احنا اديناك الفاكتور اللي ناقصه. لان الشخص السليم هو ليه بيقول عليه سليم؟ لانه عنده كل الفاكتورز، وانت ناقصك شويه فاكتور يبقى نعمل لك. بس خد بالك بقى الاوائل فريش بلاد ترانسفيوجن، يعني ما ياخدش دم من بنك الدم، لازم من الدونر مباشره للريسيبير. طالب شاطر يقول لي ليه لازم يبقى ده يعني من الى، ما نقدرش ناخد بنك الدم؟ لان احنا قلنا الكوابيليشن فاكتورز يا اولاد في بعضها نوت ستيبل ان ستورج. فاكر الفايبرينجين جروب مثلا كان نوت ستيبل ان ستورج، فعشان كده انت عاوز تتاكد ان ال 12 فاكتور موجودين، يبقى لازم تجيبهم من شخص وتنقل لشخص، ما تجيبهمش في بنك الدم، لان في بنك الدم الفاكتورز اللي هم نوت ستيبل ان ستورج باظوا، يبقى ناقصه، يبقى ما عملناش حاجه. ده دوايين من اهم الادويه في الطب يا اولاد، الهيبارين والدايكيومارول. في جدول من 7 نقاط تعال نقوله تاني في عجاله. الهيبارين ده ربنا ادهولنا من الماس سيلز والبيزوفيليك سيلز، واكتشفه قلنا الطالب اللي في سنه ثانيه اللي هو جي ماكلين في سنه 1916 طلعوا من الماس سيلز بالاكستراكت بتاع الليفر، وعشان كده سموه هيبرين. انما الدايكيومارول اوعى تنسى بقى، حكيت لك قصه البقره اللي كانت البرسيم اللي هو الملوث ده اللي هو فيه طحالب وحاجات زي كده، فحصل لها القصه دي، يبقى نبات برضه. فده اوف بلانت اوريجين. الهيبرين بيشتغل ازاي؟ قلنا هو مساعد البطن، بيساعد انتي ثرومبين 3، مش هقول بيعمل ايه. اما الدايكيومارول بيكمبيت ويز فيتامين كي. طب فيتامين كي ده بيشتغل كايه؟ ما تغلطش، مش كانزايم، كو فاكتور، كو انزيم، مساعد الانزيمات اللي بتعمل بروثرومبين جروب. طب الهيبرين ممكن احطه بره في انبوبه اختبار وممكن اديهولك جوه حقنه، يبقى ان فيفو ان فيترو، قلنا بالاضافه ان هو ناتشر انتي كواجلانتس بتاع ربنا، انتي كلوتنج ميكانيزم، يبقى ان فيفو ان فيترو وناتشر انتي كواجلانتس، سؤال مشهور جدا.
انما الدايكوبارول بيكمبيت مع فيتامين كي عند الليفر، يبقى لازم يبقى فيه ليفر، يبقى ان فيفو بس. تعالى بقى نقول الثلاث نقاط اللي بعد كده مع بعض. ايه ميزه الهيبارين؟ وبيشتغل في الحال، بس ايه عيبه؟ انك لازم يتاخد بالحق ومدته قصيره، يبقى هتاخد حقن كتيره في اليوم، اربع حقن في اليوم. اعكسهم اداه الدايكوبارول. الدايكوبارول بيشتغل بعد يومين لما يكون خلص البروثرومبين جروب اللي في الدم، فالليفر ما تعملش بروثرومبين جروب يعوضه. فعشان هيبان تاثيره بعد ما ينفذ البروثرومبين جروب اللي اوريدي معمول في الدم. بس ميزته بيتاخد اورالي بالفم ويقعد لونج دوريشن. طب ايه اهم نقطه في الجدول؟ النقطه السابعه، ازاي توقف القنبله دي؟ ليه؟ لان قلت لو واحد ادى جرعه زياده، والاهم ان ما اداش جرعه زياده، الدكتور فاهم ادى نفس الجرعه بس العين حساس للعقار. عشان كده العقير دي بنراقب فيها تجلط الدم، يعني ما ينفعش ناخدها في البيت، موصلي بناخدها في الهوسبيتال، موصلي مش ممكن يعني، بس غالبا في الهوسبيتال عشان نراقب تجلط الدم، عشان لو حسينا العين عنده حساسيه او تاثير العقار زاد لازم نوقفه. نوقف ازاي الدايكوبارول؟ بيكمبيت مع فيتامين كي، يبقى ادي فيتامين كي، الكثره تغلب الشجاعه. توقف ازاي الهيبارين؟ بدواء اسمه، احفظه معايا بقى، بروتامين صلفيت، بروتامين صلفيت. ثم سؤال بيحبوه في الشافوي، طب ما عندكش العقار ده او ده، توقفه ازاي؟ ادي البلاد جروب، البلاد بروتين فاكتور الناقصه، بس تدي فريش بلاد ترانسفيوجن. ده سؤال مهم جدا، هو اكشلي سؤالين، الانتي كواجلانتس ان فيترو وان فيفو. نيجي للالطب بقى. الامراض يا اولاد. Disorders of hemostasis. ال disorders of hemostasis اللي هي مستخدمين اللون الاصفر، امراض الهيموستاسيس، ايقاف النزيف، ثلاث انواع. تعال نفكر، علمنا نفكر يا اولاد. احنا قلنا انه لابد ان يتلازم شيئان، لازم يحصل الهيموستاسيس مع اصابه معتبره، يعني ما يصحش يحصل اصابه من غير هيموستاسيس، يبقى هننزف وموت، وما يصحش يحصل هيموستاسيس وجلطه من غير اصابه، ده دي اخطر، يبقى يحصل لي جلطه في القلب من غير اصابه ومن غير حاجه واموت، ده اهم سبب الوفاه. قلنا فاكرين الرقم كان واحد في كل ثلاثة. فيبقى الطالب ذكي يقول لي انا متوقع الامراض حاجتين، انه اصابه ومفيش هيموستاسيس، يبقى ده اكسسيف بليدنج، امراض سيوله الدم، ان واحد بيصاب ومفيش هيموستاسيس يبقى اكسسيف بليدنج. طالب قال لي انا عندي اقتراح اخر، ان من غير اصابه يحصل هيموستاسيس، يبقى يحصل اكسسيف كلوتينج، يعني جلطات، واحنا مش عاوزين جلطات. اما لكل الناس بتنساها، وانا اعذرك في انك تنساها، صور في مرض غريب قوي حتى يبدو الاول لحظه غريب جدا، ان بيحصل اكسسيف بليدنج اند كلوتينج، يعني امراض الهيموستاسيس ثلاثه، يا اما بليدنج يا كلوتينج يا اما الاثنين مع بعض، بليدنج وكلوتينج. تمام. طيب نمسك اللي هياخد وقت اطول وهو الاكسسيف بليدنج. برضو انا عاوز ناس فاهمه الطب كويس يا اولاد. انا علمتكم حاجه مصر عليها كنت في كل محاضراتي، ان الاصابات نوعان. لما شك الدبوس بيمبريك صح، دي مش محتاجه جلطه، امال بتقف ازاي؟ بالبليتلتس، من غير كواجيليشن، مفيش كواجيليشن فاكتور خالص. البليتلتس بتطلع الثلاث مواد اللي بيعملوا فازو كونستريكشن، والبليتلتس بتعمل سداده، بليتلت بلاج. يبقى في ناس في اللي عندهم سيوله الدم، مجموعه من الناس عندهم ديفكت في البليتلتس، في الحاله دي هيبقى عندهم ديفكت فين؟ في الجروح الصغيره بس. مجموعة تانية من الناس عندهم سيوله دم، مجموعة مختلفة تماما، البليتلت زي الفل، أي جرح صغير بيقفل زي الفل، مش أي مشكلة عنده. خلاص؟ إنما لما بيتجرح جرح كبير المفروض يحصل كواجيليشن، مفيش كواجيليشن، يبقى عنده كواجيليشن ديفكت. يبقى تاني، أحب جدا النظام، ما عشقت مثل عشق النظام. يبقى أنا لو طالب عادي، أنت قلت لنا ان لابد ان يتلازم ويتزامل الهيموستاسيس مع اصابه معتبره، يبقى لازم يبقى في نوعين من الامراض، ان يحصل اصابه بدون هيموستاسيس،
يبقى ده سيوله الدم، او بدون اصابه يحصل هيموستاسيس يبقى ده اكسسيف كلوتينج. وقلنا النوع الثالث اللي هو اكسسيف كلوتينج اند بليدنج، ودي هنشوفها هشرحها لك لطيفه خالص، لطيفه لينا احنا للشرح لكن كارثه للعيان طبعا. طيب اللي هياخد وقت اطول شويه اللي هو الاكسسيف بليدنج. طب عاوز ناس فاهمه، واحد يقول انت في شرحك كنت دقيق جدا، بينت لنا ان في نوعين من الهيموستيزيس، نوع خاص بالجرح الصغير ده مسؤوليه البليتلتس بدون جلطه، انها لو عملنا بين بريك البليتلتس لوحدها تقدر تعمل فازكونستريكشن بليت بلاج وتوقف النزيف. وعلى فكره هو ده فكره حاجه اسمها افتح ودانك بليدنج تايم، يعني الاختبار بتاع البليتلت اسمه بليدنج تايم، ان احنا نطهر الايد الاول، لازم نطهر وبعدين نعمل بين بريك، وننشف بنشافه من غير ما نلمس الايد عشان ما نساعدش الكواجيليشن. لاقي بعد 3 دقائق النزيف وقف من غير جلطه، مين اللي وقف ده؟ مش التجلط، البليتلتس بكام طريقه، بالفازو كونستريكشن اللي بيحصل، فاكر الثلاث مواد اقولهم بسرعه، سيروتونين ثرومبوكسان A2 and ADP اللي هو ادينوزين دايفوسفيت، زائد انها بتعمل بليتلتس بلاد. في مشكله تانية عند واحد تاني لا ما عندوش اي مشكله في الشكل، البليتلتس زي الفل، انما عنده كواجليشن فاكتور ال 12 واحد فيه مش موجود، يبقى ده لما يتعور تعويره كبيره مفيش جلطه بتحصل، يبقى ده الديفكت في الكواجليشن. ده يبقى اللي طويل عنده بقى مش البليدنج تايم، اللي طويل عنده الكواجليشن تايم، انما نجيب الدم ونسيبه يتجلط، مفروض الدم ده يتجلط في 10 دقائق، ما بيتجلطش في 10 دقائق. يبقى عندنا نوعين من الامراض، الديفكت في البليتلتس ونختبره بالبليدنج تايم، والديفكت في الكواجليشن ونختبره حتى اشوف الاسم ماشي معاه بالكواجليشن تايم. حلو كده، يبقى الصوره واضحه دلوقتي. يبقى اما اكسسيف بليدنج يا اكسسيف كلوتنج يا كلوتنج وبليدنج. طب والبليدنج نوعين، يا اما في البليتلت يا اما في الكواجليشن. كده يبقى الطالب شايف الصوره العامه، وده اللي بحاوله في كل شرح يا اولاد، ما ندخلش في حته وتوه في الخريطه العامه. يلا ناخدها بقى مع بعض، وكلام حلو خالص. يبقى الاكسسيف بليدنج ده عندي زي ما قلنا في، بص اهو تاني، يبقى احنا عندنا ثلاث امراض اهي، يا بليدنج اكسسيف بليدنج حتى عاملها باللون الاصفر، وانت بقى اعمل كده عندك في ورقك حتى بتاع البايو بتاع الاناتومي كله، تعلم المذاكره فن اكسسيف كلوت واكسسيف بليدنج اند كلوتنج. يبقى ثلاث امراض، يا بليدنج يا كلوت يا بليدنج اند كلوت. طب نيجي كلوت فيها مرضين، يا اما الديفكت في الكواجيليشن يا اما الديفكت في البليتلت. طيب نيجي للديفكت في الكواجيليشن، يعني شخص عنده نقص في الكواجيليشن فاكتورز، هما بيقولوا لكم مرضين وغض البصر عن الموست كومون ديزيز، اللي انا هقوله بقى لاني بقوله هنا بس اقوله في الاخر ليه؟ عشان انا عارف ان كثير من الزملاء ما يعرفوش عنه حاجه، مع انه ده موست كومون، اللي هو فون فيلبراند ديزيز، ده موست كومون disorder في العالم. اتمنى يكون بعض زملاء بيقولوا، حتى زملاء مش عارفين يسمعوني ويشوفوا يتقال ازاي، بس في اوانيه هخليها للاخر عشان نطلع بره الحاجات اللي في جامعاتنا. coagulation defect ليه ما يحصلش coagulation؟ لانه في احد coagulation factor ناقص، وفي الحاله دي بص معايا، يبقى العيان عنده coagulation time prolonged، عنده مشكله في coagulation. لكن خد بالك بقى السؤال المسكين مهم جدا، لكن الجرح الصغير البين بريك اللي بيوقفه البليتلت اللي بنسميه بليدنج تايم، البليدنج تايم از نورمال. يبقى دي مهمه قوي في الام اس كيو. يبقى امراض الكواجيليشن حتى بالعقل بتطول الكواجيليشن تايم، لكن لا تؤثر على البليدنج تايم يا طالب فاهم، لان الاصابات نوعان، نوع صغير بين بريك ده مسؤوليه البليتلتس بليدنج تايم، ونوع كبير ده مسؤوليه الكواجيليشن فاكتور، ده الكواجيليشن تايم هو اللي طويل فيه. فاحنا دلوقتي كواجيليشن ديفكت، يبقى سؤال مهم جدا في الام اس كيو، يبقى الكواجيليشن تايم برونجد انما البليدنج تايم نورمال. نبتدي بالمرض الاشهر اللي هو نقص فيتامين كي، وفي مرض تاني اسمه هيموفيليا، ده الطلبه كلها بتحبه جاست عشان فيه قصص وروايات وحكايات، انما الاهم هو نقص فيتامين كي، ده الكومن. هذا المرض
فانا عامل لك مقارنه بيأفكت الميل والفيميل. يعني ناقص فيتامين كي ميل وفيميل. ناقص فيتامين كي بيعمل ايه؟ جبتها لكم السؤال يا اولاد. بيمنع تكون بروثرومبين جروب اللي هو ايه؟ بروثرومبين 7 9 10. هعلي صوتي بقى وهتفهم الكلام. يبقى لو انا ما عنديش فيتامين كي ما عنديش بروثرومبين، هعلي صوتي 7 ما عنديش، يبقى باظ الاكسترنسك. ما هو 7 ده بتاع الاكسترنسك، و9 يبقى باظ الانترنسك. يبقى فيتامين كي حتى بقولها في جمله لا تنسى، يصيب الميل والفيميل، يبوظ الانترنسك والاكسترنسك، فسميته مرض عام عام. لان لما اجي الناحيه الثانيه الهيموفيليا ده مرض رير، دي نمره واحد. هذا المرض از سكس لينكد، يعني مرتبط بالكروموزوم اكس، اهو هكتبها اكس لينكد، وفي نفس الوقت ريسيسيف. اكس لينكد وريسيسيف، اكس لينكد وريسيسيف. يبقى نيجي مع بعض بقى. يبقى هو مرتبط بالكروموزوم اكس اللي هو بتاع السكس، اكس لينكد وفي نفس الوقت ريسيسيف. طيب بص معايا هنا من فضلك اهو. يبقى لو انا ميل عندي اكس واي خلاص وبايظ، شوف الفقر الاكس بايظه، بس ده ذا اونلي بير اوف كروموزوم، الزوج الوحيد من الكروموزومات اللي ما فيش واحد يماثله. فبرغم ان المرض ريسيسيف الشخص يبقى مريض في الميل. ليه؟ لان عنده اكس واحده. بينما شوف الفيميل ربنا يديهم الصحه يا رب، عندها برضو اكس بايظه زي الميل، بس في اكس ثانيه تغطيها لان المرض ريسيسيف، فيسموها حامله للمرض. ودي كلمه بتغيظني غيظ فوق ما تتصور. اسمعني بقى هقولها صح، هي مش اصل الواحد يقول حامله للمرض يقول غلبانه، دي صاحبه مرض، حامله للمرض. هي جرالة حاجه، هي حامله له، هتديه له. يعني عارف ده في مسرحيه رايو سكينه، يعني هي مش حامله المرض، حاملها اللي روحها حامله له، هتديه له. عشان كده المرض ده موصلي بيحصل في الميلز خلاص. يعني معظم الامراض اللي هم هيموفيليا ايه وبي اللي هم الاشهر، ده هيموفيليا ايه دي لوحدها 80% من الحالات ميلز موصلي، وبي اللي هي اكتر من 15% من اللي فاضلين ميل موصلي. واللي ما يعرفوش الزملاء هبقولها ليه في اوانيها ما عدا هيموفيليا سي، وهقولها ليه انا متاكد انهم ما يعرفوهاش، لان هيموفيليا سي دي الوحيده اللي اوتوزوما ريسيسيف، يعني مش مرتبطه بالاكس كروموزوم، مرتبطه بالاوتوزومز. ودي اكستريملي رير. عارف ليه بقى؟ لانه لقوها في مجموعه من اليهود الاسكندنافيين بس، دول المجموعه اللي عندهم. فعشان كده قلت الهيموفيليا موصلي ميلز. للي ما يعرفوش الزملاء ما بقولش الطلبه، وانا عارف انهم سامعين لي وعارفين ومش عارفين، ما عدا هيموفيليا سي اللي هي ذا موست رير تايب اوف هيموفيليا. الهيموفيليا اوريدي رير، اوريدي رير، واكثر ندره السي. السي دي هي الوحيده اللي مش اكس لينكد وريسيسيف، انما اوتوزوما ريسيسيف مش سكس لينكد وريسيسيف. ده القصه. طيب تعالى بقى نشوف انواع الهيموفيليا. الهيموفيليا مرض بيصيب الانترنسك فاكتور. احنا عندنا الانترنسك مين الفاكتور السبيسيفيك فور ذا انترنسك؟ فاكره قولهم لي، 2 قبل 10 و2 بعد 10، 8 9 11 12، 8 9 11 12. في ثلاث انواع من الهيموفيليا، 8 وده الاشهر هيموفيليا ايه اكتر من 80% من الحالات، و9 هيموفيليا بي وده حوالي اكتر من 15%، وعدد نادر جدا جدا في مرض اوريدي نادر اللي هو هيموفيليا سي سببها ديفكتيف فاكتور 11. يبقى هنا الديفكتيف انهي باثوي يا اولاد؟ في الانترنسك. فعملت جدول حفظته لاجيال. ان اوعى تنسى فيتامين كي مرض عام يصيب الميل والفيميل، انما الهيموفيليا مرض يصيب اساسا الميل. الفيميل في الاغلب في النوعين المشهورين هو مرض نادر اوريدي،
لكن في المرضين المشهورين فيه الفيميل حملهوله هتدهوله mostly males ولا يصيب غير الانترنسك باثوي 8 و9 و11. وخد بالك افتح ودنك مفيش هيموفيليا دي سببه نقص 12، ما احنا مش هنالف امراض، احنا عندنا هيموفيليا A و B و C 8 9 11 12، مفيش هيموفيليا بسبب نقص 12. يبقى دي نقاط مهمه جدا. تعال بقى نشوف بطريقه جميله اسباب نقص فيتامين K. اسباب نقص فيتامين K، طيب انا بدل ما اقول كعادتي زي ما قلت لك مع فيتامين بي احكي لك قصه ومنها انت استنتج اسباب نقص فيتامين كي، ايه رايك؟ مش تبقى الطف؟ الطف. فاكر كنت اذكرك بجمله حلوه وانا بتكلم على فيتامين بي 12، قلت برغم ان هو طعام الاغنياء لانه موجود في اللحمه اساسا والطيور الا انه لا يصيب الفقراء. ليه؟ لان احنا بنختزن في الكبد كمية تكفينا 1000 ليلة وليلة، بنختزن 5 ملي جرام ولا نحتاج في اليوم غير 5 مايكرو جرام. يبقى وراء الخلق خالق، هو مش موجود غير في اللحمة والطيور فيتامين بي 12. طب لو نقص يحصل لي انيميا، فربنا خلى المختزن في الفقراء يكفيهم 1000 ليلة وليلة. وطبعا في 1000 ليلة وليلة في 3 سنين في ناس كتير هتتصدق عليهم وياكلوا لحم. تعال نفكر، هتلاقي فعلا هنا وراء الخلق خالق. فيتامين كي لو نقص، ده بقى لو نقص افتح ودانك، ده مش هيحصل لك انيميا، انت مش هيجي لك انيميا، ده انت هيجي لك نزيف ويتوفاك الله. يبقى الموضوع خطير، مش مرض، هتموت. فعش كده شوف ربنا سبحان الله خلى فيتامين كي لا نعتمد عليه اساسا في الاكل. وفي بعض مأكولات في فيتامين كي اساسا، لانه قفل الواحد ما كانش في مجاعة أساسا بيتعمل بالبكتيريا في الانتستين، بكتيريا النافعة في الانتستين. شوف الروعة، يعني لما يبقى الفيتامين زي بي 12 في اللحمة اللي هو الفقراء ما بيشوفهاش كتير، فربنا يختزل لهم في الكبد ما يكفيهم 1000 يوم 3 سنين. طب لما يبقى فيتامين كي مش موضوع أنيميا، ده لو ما عنديش هيحصل لي نزيف واموت، يبقى ما فيش أكل خالص، لأن في ناس في مجاعات، يبقى أساساً أنت بتعمله بالبكتيريا النافعة في الانتستين. طب بعد كده يا أولاد الفيتامينات نوعان، يا ووتر سوليبل بتدوب في المية يا فات سوليبل. فيتامين كي من أنهي نوع؟ من نوع الفات سوليبل. يبقى عشان نمتص فيتامين كي لازم نمتص الفات. طب بعد كده بيروح يعمل إيه؟ بيشتغل في الليفر. قول لي تاني شغلته. اشتغل ساعي بسيط هناك، مش انزيم، كو انزيم، كو فاكتور، بيساعد انزيمات اللي بتعمل البروثرومبين جروب. من القصة القصيرة دي لطالب ذكي بطريقة شرح لعبد الله يمكن استنتاج أسباب نقص فيتامين كي. أول سبب، وده أهم الأسباب على فكرة، sterility of the intestine، إن الانتستين ما فيهاش بكتيريا، sterile يعني معقبة. هو ربنا ما قالكش كله يا سيدي، هو مهم البكتيريا هتعملها، مفيش بكتيريا. وهذا يحدث في حالتين، في نيولي بورن بيبي، بيبي لسه نازل من بطن امه، نيولي بورن حديث الولاده، نيو يعني حديث وبورن يعني ولاده، ما خدش بكتيريا لسه، فده ما عندوش فيتامين كي. وعليه افهم ما يصحش البيبي اللي لسه مولود نطهره ونعوره، لان الطهاره دي تعويره ممكن ينزف يموت. هقول لك بيعملوها ازاي في كل الدنيا، لان الدكتور طبعا بتاع النساء عاوز يطهر البيبي كمان عشان ياخد 2 فيس. بيدي الام قبل الولاده بكام يوم فيتامين كي بجرعات جامده، بحيث البيبي ياخد نصيبه من فيتامين كي ويعمل بروثرومبين جروب. ده حل المشكله، بس دي مش موضوعها. طب تاني حاله، لو حضرتك ادلت وعمال تاخد انتي بايوتكس زي ما بتموت البكتيريا الضاره، اظن فهمت بقيه الجمله، هتموت البكتيريا النافعه اللي في الانتستين، هتخلي الانتستين معقمه ما فيهاش بكتيريا ما تعملش فيتامين كي. يبقى sterility of the intestine في حالتين، نيولي بورد وانتي بايوتكس. طيب بعد كده فيتامين كي بيمتص مع الفات، يبقى اي حاجه تعوق امتصاص الفات لا هيمتص الفات ولا هيمتص الفات سوليبل فيتامين من ضمنهم فيتامين كي. طب مين اهم ماده مهمة لامتصاص الفات؟ فاكرها من المعلومات العامة؟ الأملاح الصفراوية، البايل سولتس،
يبقى لو اي عيان عنده انسداد في القنوات المراريه يبقى الاملاح الصفراويه ما بتوصلش الامعاء، يبقى الفات لا يمتص وعليه لا يمتص معه الفات سوليبل فيتامينز. يبقى اي حاجه تعوق امتصاص الفات واشهرهم انسداد في القنوات المراريه، وبالتالي مفيش عصاره مراريه او صفراويه اللي هي البايل سولتس المهمه لامتصاص الفات. طب تالت حاجه، الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، فاكر كان مات من ايه؟ من نزيف في لندن، ليفر ديزيزس. المصنع اللي بيشتغل فيه الفيتامين ساعي كوانزايم للانزيمات اللي بتعمل بروتومين جروب بايز اوريدي، ليفر ديزيزس. هيتعملوا ازاي؟ هما بيتعملوا في الليفر. وعبد الحليم حافظ لا يخفى على احدنا انه مات من نزيف في لندن، يبقى ليفر ديزيز. سبب رابع بقى مان ميد، احنا الليل عملنا كومبيتيشن ويز فيتامين كي بالدايكيومارول، صح؟ فقلنا لو اديت جرعه زياده او العيان عنده سنسيتيفيتي هيجيله نزيف، عشان كده قلنا لازم نحفظ الانتيدوت بتاع الدايكيومارول. فاكره كان مين؟ انا سامعكم، كان مين البيك فيتامين كي؟ مش الدايكيومارول بيكمبيت ويز فيتامين كي؟ يبقى ندي فيتامين كي. يبقى شوف طريقه جميله ازاي يا اولاد، دي طريقتي في الشرح، تعتمد على الفهم مش التسميع. احكي لك قصه فيتامين كي وانت منها استنتج اسباب نقص فيتامين كي، وعيشتك حاجه حاجه لاهميته، لان الموضوع مش انيميا. ربنا خلى ما فيش اكل خالص، هو موجود في الاكل بس ما نعتمدش عليه في الاكل، لان ممكن تحصل مجاعه يتعمل جوه الجسم بالبكتيريا ثم يمتص مع الفات لانه فات سوليبل، ثم المعلومه الثالثه يشتغل في الليفر ككو انزايم. يبقى اسباب نقصه ما فيش بكتيريا، ستريل تيوب انتستين في حالتين، نيولي بوردو انتي بيوتكس، ما فيش امتصاص الفات، اشهر حاله ما فيش بايل سولتس، ليفر ديزيزز. ثم سبب رابع مان ميد احنا اللي عاملينه، ادينا حاجه تكمبيت ويز فيتامين كي الدايكيومارول، او البقره اللي كانت النبات اللي فيه الدايكيومارول وماتت من نزيف. اما الهيموفيليا فقلنا ما رب يصيب الانترنسك، الانترنسك ده اربعه، اثنين قبل 10 8 9 واثنين بعد 10 11 12 8 9 11 12، في ثلاث نوع من الهيموفيليا. يبقى ايه؟ سببها نقص فاكتور 8 اللي هي الانتي هيموفيليا جلوبولين، هيموفيليا بي سببها نقص فاكتور 11، وهيموفيليا سي سببها نقص فاكتور 9، وهيموفيليا سي سببها نقص 11 اللي هو البلازما ثرومبوبلاست الانتي سيلز. طالب يقول لي طب ما تحكي لنا شويه، عايزين تحكي لنا شويه عشان نفهم، احكي لك شويه أو وحتى لو لقينا الحصه هتطول شويه هنعمل بريك ونرجع بقيه المحاضره لنص ساعه بعدها بس عشان تفهم. فانا عاوز احكي لك الاول القصه الاتي، قصه الهيموفيليا يا اولاد. الهيموفيليا ده ليه بنقول رير ديزيز؟ نسبته واحد لكل 5000، يعرفوها الزملاء معلكش بس تعرف نسبه الهيموفيليا عموما واحد لكل 5000. بيقول لك في العالم في 400 الف فقط ناس عندهم هيموفيليا في كل العالم اللي هو كذا مليار، 7 مليار ولا اكتر دلوقتي. خلاص قصة الهيموفيليا، عارف زمان كانوا بيسموه ايه؟ يلا نتسلى شويه، كانوا بيسموه رويال ديزيز، يعني مرض الملوك رويال. اول مره يفكروا في المرض ده كان في كوين فيكتوريا، كوين فيكتوريا في سنه 1837. كوين فيكتوريا دي كانت حامله للمرض، وبعدين جوزت بناتها لملوك روسيا واسبانيا والمانيا، حلو كده؟ يبقى ادتهم ثلاث نصايب، ابنها هو اللي معاها جالها هيموفيليا، ما احنا قلنا حملهوله، الفيميل بتدي الميل الاكس وهو ما عندوش غير اكس واحده حملهوله، وراح بعت الثلاث بنات لروسيا واسبانيا والمانيا، فانتهت جابت لكل العائلات المالكه دي هيموفيليا، فعشان كده سموه الرويال ديزيز. قلنا ملكه فيكتوريا دي كانت في تتولد في 1837 في سنة 1837، فعشان كده سموه الرويال ديزيز بتاع الملوك. ده القصة. باي ذا واي من معلومات الطريفة ان هي ما كانش عندها هيموفيليا ايه، كان عندها هيموفيليا بي. احنا قلنا النوعين دول هما الاثنين مرتبطين بالاكس كروموزوم 6 لينكت، عشان كده بيجوا في الميلز اساسا، الفيميل ما يزعلوش مني الفيميل، هي اللي حملهوله تدهوله الاكس كروموزوم ده اللي هو بتاع الفيميل مع الاعتذار، بيشيل معظم الامراض، يعني بيجيب معظم الكوارث، بس يسامحوني الفيميلز.
الوحيد اللي هو الاكثر ندره اللي هو قليل جدا. قلنا الهيموفيليا اوريدي مرض نادر، واحد في كل 5000. السي ده نادر جدا جدا جدا، ده الوحيد اللي اوتوزومال ريسيسيف يجي في الاثنين، مش مهم. فالمهم اكتر نوع اللي هو نوع الهيموفيليا ايه اللي هو سببه نقص فاكتور 8. فيسموا فاكتور 8 دي الاسم الاسهل اسمه انتي هيموفيليا ايه، يعني الفاكتور اللي لما يبقى موجود مفيش هيموفيليا ايه، انتي هيموفيليا ايه بيسموه، او بيسموه اسم تاني انتي هيموفيليا جلوبولين. هنقول الاسماء دي عامل لها تجميع حلو قوي في الاخر، انتي هيموفيليا جلوبولين. تمام؟ ليه بقى؟ لانه لو موجود مش هيبقى عندي هيموفيليا. وكل الكواجيليشن فاكتورز لو كنت فاكر تركيبهم بيتا جلوبولينز، فعشان كده بيسموه انتي هيموفيليا جلوبولين. طيب اما فاكتور 9، احنا قلنا معظم امراض الهيموفيليا سببها 8 اكتر من 80%. فاكتور 9 ده وراء قصه اكتشافه حاجه لطيفه جدا. راجل بروفيسور جاب كل الولاد اللي عندهم هيموفيليا، احنا قلنا ولاد، وقال لهم يا ولاد ابشروا انتوا هتخفوا النهارده. حاضر يا بروفيسور، هنخف حاجه حلوه ليه؟ قال لهم اصل انا نجحت في ان انا استخلص فاكتور 8، معايا في ايدي فاكتور 8، وانتوا عندكم هيموفيليا كان فاكر ان هيموفيليا بس هيبقى ناقص 8، يبقى كلكم هتخفوا النهارده. ادى كل الولاد فاكتور 8 كلهم خفوا ما عدا ولد اسمه ستيفن كريسماس. حتى هو احنا دلوقتي في وقت الكريسماس ومناسبه الكريسماس، الولد ده ما خفش. انا اتخذت 8 وما خفتش من هيموفيليا، يبقى انت عندك هيموفيليا مش سببها فاكتور 8. وقد كانت هذه قصه اكتشاف فاكتور 9 بالنسبه لهذا البوي اللي هو ستيفن كريسماس اللي خد فاكتور 8 وما خفش، يبقى عنده حاجه مش 8. هو ده قصه اكتشاف فاكتور 9. وكان ذلك في سنه 1950. مره زميل وزملاء كثيرون لا يعلمون، بس المهم يعني لازم يعني اهانه لعبد الله، قال لا لا ده هي بقى ده هم سموه كريسماس عشان هم اكتشفوه بمناسبه الكريسماس، يعني بيفتي دون قراءه ولا عارف تاريخ ولا عارف اسم عيان، يسكت افضل. مش هقول اكتر من كده عشان ما احبش اسئل حد. الولد اسمه ستيفن كريسماس في سنه 1950 اللي سموا على اساسه كريسماس فاكتور او فاكتور 9، او ممكن تسميه الاسم الاسهل انتي هيموفيليا بي لو مش عارف اسمه، انما حتى لطيفه كريسماس فاكتور. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالراجل بروفيسور ده ادام طلع فيه هيموفيليا سببها حاجه غير 8 اللي هي فاكتور 9، ما يمكن يبقى فيه هيموفيليا تاني سببها حاجه لا 8 ولا 9، حاجه ثالثه. قعد يدور يدور لحد ما لقى النوع الاكثر ندره اللي هم اكتشفوه قلت لك في اليهود بتاع اسكندنافيا. It's a very mild form of hemophilia. يعني نادر جدا. وحتى اكتشف ان هذا الفاكتور الوحيد من الهيموفيليا اللي هو الاكثر ندرة ده اللي ما هواش ده يتعلمه الزملاء مش الطلبة. اللي ما هواش 6 linked recessive. هو معظمهم الـ A والـ B اللي هم الاشهر. ده الـ A ده اكتر واحد لوحده. بدأ يسموا الـ 8 ده انتي هيموفيليا. كانوا فاكرين انه كل الناس اللي عندها هيموفيليا ناقص 8. لان اكتر من 80% سببها فاكتور 8. يهود اسكندنافيا دول عندهم مايلد فورم اوف هيموفيليا سببها نقص فاكتور 11، وقلت ده النوع الوحيد اللي اوتوزومال يا اولاد عشان كده بيجي في الاولاد والبنات، لكن لانه ريسيسيف اليهود بيتجوزوا من بعض اليهود ما يتجوزوش غير من بعض، فبرغم ان اوتوزومال ريسيسيف عندهم شويه عندهم هيموفيليا اللي هي سي وده مايلد فورم. سموه ايه بقى الفاكتور ده؟ بلازما ثرومبوبلاستين انتيسيدنت. وتعالى نفهم كل كلمة، او الاسم الاسهل انتي هيموفيليا سي. فاكتور موجود في البلازما مهم لعمل الجلطة، بلازما ثرومبو يعني جلطة بلاستين. امال ايه انتيسيدنت يعني سابق؟ هو انت مش احنا اكتشفنا فاكر 12 كان بينشط 11 و11 ينشط 9، يبقى هو سابق لتسعة بينشط 9 عشان كده سموه antecedent. antecedent يعني سابق، ده اصل الكلمه الزميل اللي بيقول لك في مناسبه الكريسماس. يعني حتى اضطريت اقول مره في المحاضره يا اولاد احنا عندنا ولد اسمه عيد، مش في واد اسمه عيد عندنا؟ هم زي ما عندهم واد اسمه كريسماس فيها ستيفن كريسماس،
سنة 1950 للزميل فاضل عشان ما يقولش كلام لطيف ده تاني. يسكت بقى شوية. لأن في ناس بتدور وراه، في ناس بتقايم مين عنده معلومات ومين ما عندوش. بلاش خيبة. ده أكبر حتة في الأمراض دلوقتي. هلمهم كلهم في الآخر. أو تعالى بسرعة كده نقارن عشان ما نرجع لهمش. يبقى coagulation defect سببها defect في الكواجيوليشن فاكتورز، ودول مرضين اساسيين اللي عليكم. لكن في مرض اشهر اللي هو الفون فيلبراند، هقوله لكم في الاخر لان هم ما يعرفوهوش. المرض الاشهر هو نقص فيتامين كي. الاقل شهره للنورير، الواحد في كل 5400,000 بس في العالم، اللي هو الهيموفيليا. حفظتها لاجيال طريقه جميله. فيتامين كي مرض عام يصيب ميل وفي ميلز، يبوظ الانترنسك والاكسترنسك. وقلت لك سؤال فاهم ليه؟ لان لما يبوظ البروثرومبين جروب، البروثرومبين 7 يبقى باظ الانترنسك، و9 يبقى باظ الانترنسك. يبقى نقص فيتامين كي يصيب ميل وفي ميل، انترنسك واكسترنسك. انما الهيموفيليا مرض راب مش كومن. ليه موصلي في الميل؟ لانه اكس لينكد في النوعين الاساسيين الاي والبي، مرتبط بالاكس وريسيسيف. فالفيميل لو عندها اكس تنقله، بس هي مش حامله المرض، هي حامله له، هتديه له، هي وراء المصيبه. يبقى موستلي ميل. وده خاص باني باثوي 8 9 11. يبقى انترنسك باثوي، يقول لنا مفيش 12، انت مش ترصهم رصه والسلام. طب مين الوحيد للاوائل لحضراتكم وللزملاء قبليكم من الهيموفيليا اللي بيصيب الاثنين بنفس المعدل، اكثرهم ندره؟ هو نادر واكثرهم ندره اللي هو هيموفيليا سي. لان في هيموفيليا سي قلنا ده بيبقى اوتوزوما ريسيسيف. طب ايه اسباب نقص فيتامين كي؟ قلت لك ازاي تعرفها بطريقه لطيفه. بيتعامل في البكتيريا وبعدين يمتص مع الفات، يروح يشتغل في الليفر او حاجه رابعه الدايكيمرول. اما الهيموفيليا ده حاجه هيريديتري، فبتبقى حاجة موروثة. يبقى 8 9 11 وهنتكلم عليهم بعد كده. طبعا في الهيموفيليا يا جماعة بيبقى غير ان هو قلنا الرويال ديزيز، بيبقى مؤلم جدا لان الهاموريج بيحصل، افتح ودنك عشان جايين نتعلم هنا، في الجوينتس فيري بينفول والماسلز. معظم النزيف بيحصل في الجوينتس والماسل. ننتقل بقى للجناح التاني بقى، ان شخص ما عندوش مشكلة في الكواجيليشن. التعويل الكبيرة ما فيهاش اي مشكلة، الكواجيليشن فاكتور زي الفل، لكن التعويلة الصغيرة فيها مشكلة، لان دي مفروض يقفلها البليتلتس بدون جلطة. فهو يبقى عنده بليتلتس ديفكت، الكواجيليشن تايم نورمال، البليدنج تايم هو اللي برونجت. يسموا هذا المرض بيربرا، ويتميز العيان انه مليان بيتيكي نقط. وحفظتها لاجيال وفهمتها لكم بطريقة عطيفة جدا. المرض ده اولا اللي هو البيربرا ده نادر، عشان في زملاء كثير مش عارفين البيربرا ده مرض نادر. دلوقتي احنا all the time يا اولاد اهو كل شويه بنتخبط نتخبط نتخبط، فيحصل كابيلاري رابتشر. هل لما كابيلاري شعيره يحصل فيها فتحه دي عاوزه جلطه؟ فكر معايا، لا. البليتلت هتعمل فازو كونستريكشن بليت بلاج، خلاص. فيبقى اللي طويل عنده هو البليدنج تايم، انك انت لما تعمل بين بريك هتلاقي انها هتتجلط، هنقولها في الصفحه الاخيره، في اكثر من 3 دقائق. اسف مش هتتجلط، النزيف هيقف في اكثر من 3 دقائق، مفيش جلطه خالص. اما تخيل انا كل يوم بتخبط كم خبطه يبقى عملوا لي كم نقطه. يبقى العام مليان بيتيكي نقط، تسميه ابو نقطه، تبقى فاهم حتى شكل العيان بتاع الباب. عام مليان نقط تحت الجلد، كل خبطه ما بتتقفلش. طب انا عاوز اقول لك ليه سموها بيربرا. نفكر برضو دلوقتي، انت اما الفيسل يتفتح ويطلع نقطه دم تحت الجلد بيبقى لونها ايه في الاول يا اولاد؟ حمراء. يتاخد منها الاكسجين تبقى لونها ازرق، بقت احمر مزرق، بيربل ان كولر. عشان كده سموها بيربرا، بيربرا. وحفظها لاجيال بطريقه حلوه قوي، كلها بحرف البي والبي، اوعى تنساها. يبقى البيربرا بحرف البي الديفكت، وفاهم ليه سموها بيربرا؟ عشان النقط الاول تبقى نقطه حمراء، تاخد اوكسجين يبقى ازرق، احمر مزرق، يبقى بيربل ان كلر. الديفكت في البليتلتس بحرف البي
العيان شكله ايه؟ مليان نقط تحت الجلد بيتيكي بحرف البي، واعذرني، واللي طويل عنده هو البليدنج تايم، دي بي مش بي انا عارف، بس بي 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 كلهم مع بعض، احنا ما عندناش في العربي بي وبي. يبقى يو نيفر فورجيت ذا ريست اوف يور لايف. يبقى البوربورا في الام اس كيو وفي الشافل مرض متعلق بالبليتلت. العيان عنده بيتيكي، بيتي يعني صغير، بيتيكي يعني نقط تحت الجلد وفاهم، واللي سموها بيربل عشان لونها احمر بزرق بيربل. وبعدين اخر حاجه اللي طويل عنده البليدنج تايم نوت ذا كواجليشن تايم. كواجليشن تايم نورمال ما عندوش ديفكت في كواجليشن، هو عاوز ناس فاهمه. تبقى ده القصه. طب يوجد نوعان من البيربرا، هما اكشوال تلات انواع برضه، لان في نوع هما الاشهر ما بيتكلموش عنه، هقوله في عجاله. في نوعين، تعال نفكر، يا اما الديفكت في عدد البليتلتس يعني هو اللي ناقص، يا اما البليتلت ضعيفه. يعني تملي زي في الحياه يا اولاد، يا الديفكت يا في الكم يا في الكيف. في الكم ان البليتلتس عددها ناقص، يسموها ثرومبوسايتوبينيك. ثرومبوسايت بينيك يعني ناقصه، نقص الثرومبوسايتس. ثرومبوسايت يعني بليتلتس، بينيك يعني نقص. وقلنا فاكر للاوائل، ده سؤال مهم جدا، هم عددهم من 150 ل 400,000 او 450,000. الديفكت مش هيحصل غير لو نقصوا تحت، افتح ودنك، 50,000 عندنا ريزيرف جامد. لو فوق 50,000 هتبقى ثرومبوسايتوبينيك بيربرا سيمتومليس، يعني عندك البليتلتس ناقصه ومش حاسس بيه خالص، نعرفه احنا بنعمل لك بس تجربه معمليه. انما عشان يبقى عندك سيمتومز لازم تحت 50,000، واللي هي قلنا هتبقى بيتيكي. هذا لا يمنع برضه عشان نتعلم تعليم نظيف، ان البيتيكي ساعات البيربرا تاخد شكل اخر، ان ابستاكسس تفصد مناخيرك تنزل دم، او وانت بتعمل بالفرشه تنزل دم، جام بليدنج. بس اشهر حاجه اللي شايفها من بره اللي هي البيتيكي. طب ممكن يبقى العدد مش ناقص، تبقى البليتلتس عددها كويس بس ضعيفه، يسموها ثرومبو اثينيك. علمتكم سنين اله القوه بالثه، سنين، فاثينيك يعني ضعف، فثرومبو اثينيك يعني البليتلت ضعيفه. برضو الزملاء يسمعوني عشان اعرف ما يعرفوش الكلام ده، يعني ايه ضعيف؟ فيها ديفكت. الديفكت بقى في الريسبتور اللي في الجلايكوبروتين كوت مش مظبوطه، فما تعرفش تمسك اللي هي اول حاجه اللي هي الادهيشن. يعلموا الزملاء مش الطلبه، الزملاء الاصغر سنا. يبقى الثرومبو اثينيك بيبقى فيه ديفكت في الفانكشن، بيبقى عددها زي ما هو بس عندها ديفكت في الوظيفه ضعيفه. يعني ايه ضعيفه؟ ضعيفه يعني ضعيفه، الديفكت في الريسبتور. المرض اللي بينقص فيه البليتلتس برضو معلومه كويسه للزملاء، غالبا بيبقى immune disease، الجسم بيعمل antibodies بيكسر البليتلتس، antibodies تكسر البليتلتس. طب عاوز تزودها تعمل ايه؟ قلناها المحاضرة السابقة، شيل السبلين، ما هو فيها 30% ستور في السبلين، زائد طبعا بنضطر ننقل دم عشان نزود بليتلتس. يبقى ده الفكرة. عموما البيربرا ده بنوعيها، سواء الكم thrombocytopenic نقصة تحت 50,000، او الكيف ثرومبو اثينيك ضعيفه بسبب ان مفيش الجلايكوبروتين ريسبتور، ده مرض نادر. اشهرها بقى مفيش ديفكت في البليتلس اساسا، ديفكت في الفيسلز. عارف الفيسلز مليانه ثقوب ثقوب ثقوب، فالبليتلس مش ملحقه على الثقوب تقفلها، يسموها فاسكولار بيربر. فاسكولار يعني مش البليتلس زي ما هي، بس انت ما تخرمليش الجسم كله وتقول لها قفلي، يسموها فاسكولار بيربر. ده النوع التالت. اهم حاجة ان البليدنج تايم بيبقى رونجد، انما كواجليشن تايم هي اللي بتبقى نورمال. يبقى ده الجزء الكبير في الديسكشن في الامراض، بنتعلم كويس. يبقى دلوقتي احنا شخص عنده سيول الدم، الديفكت في الجرح الكبير يبقى كواجليشن ديفكت، ما عندوش كواجليشن فاكتورز. وهذا في مرض من اثنين اللي عليكم، يا نقص فيتامين كي وما نقص فيتامين كي وما نقص فيتامين كي، ومرض نادر بس حواليه حواديت حكيتها لك كلها اللي هو الهيموفيل دارير. واوعى تنساه نقص مرض عام فيتامين كي يصيب ولاد وبنات، انترنسك واكسترنسك، ما تنساش ما حيت في الام اس كيو، ميل وفي ميل، انترنسك واكسترنسك. الهيموفيل العكس، انترنسك بس وولاد بس موصلي، ما عدا هيموفيليا سي قلنا.
هيموفيليا A و B هو اللي بيبقى مرتبط بالكروموزوم اكس سكس لينك. سي اللي هو قلنا في اليهود الاسكندنافيان ده اوتوزومال ريسيسيف. ده الفكره. طيب ده القصه. طيب والراجل ده عنده ايه؟ لو انا ما عنديش كواجليشن يبقى الكواجليشن تايم طويل، لكن ما عنديش مشكله في الخروم في البيدنج تايم لان البليكتس البليكتس زي الفل. مجموعه تاني من العيانين ما قصه تاني خالص، الكواجليشن فاكتور زي الفل، الكواجليشن تايم نورمال، ديفكتيف البليكتس يبقى عندهم مرض اسمه بيربا. يبقى اوعى تنساها بقى الاربعه حفظتها لاجيال. بيربرا مرتبطه بالبليتلتس، العيان مليان بيتيكي واللي طويل عنده البيدنج تايم نوت كواجليشن تايم، بالاضافه ان عنده شويه قلنا ابيستاكسس وبليدنج من الجامز. وقلنا يا اما النقص في الكوانتيتي تحت كام الرقم بيجي في الام اس كيو عشان تبقى عندك سيمتوماتيك تحت 50,000 او ثرومبو اثينيك ضعف اثينيك ثنين اله القوه بالثه ثنين اثينيك يعني ضعيف. فين الضعف؟ ان الجلايكوبروتين كوب ما عليهوش الريسبتور، الريسبتور ما بتمسكش. يبقى الله، انما اشهر نوع اللي هم مش قايلين هو الفاسكوار بيرب. طيب نيجي بقى المرض التاني، انه مش سيول الدم، بالعكس اكسسيف كلوت فورميشن. صور برغم ده هنقوله في كلمتين، انما هو ده الاخطر، ده اهم سبب الوفاه في العالم. ثرومبو امبوليك كونديشنز، ان واحد من غير اصابه بيحصل له جلطات، ثرومبو امبوليك كونديشنز تبقى عارف، او اكسسيف كلوت فورميشن. ده ليه سببين يا ولاد. اول حاجه سلو بلاد فلو، لو الدم ماشي ببطء، وهذا يحدث افتر اوبريشن بعد العمليات وبعد الولاده ديليفري. ليه؟ فاكر كنا قلنا من ضمن الحاجات اللي بتحتفظ بسيوله الدم ان اي اكتيف كلوتينج فاكتور، اي فاكتور يتنشط خطا في الدم لما هيمر على الليفر، الليفر اللي بتصنع الكلوتينج فاكتورز عارفاهم واحد واحد، لقيته اكتيف بلا لازمه هتعمل له ان اكتيفيشن. يبقى الاكتيف كلوتينج فاكتور لما يدخل الليفر هيحصل له ان اكتيفيشن. بس لو حضرتك الدم ماشي ببطء افهم، يبقى مش هنلحق الاكتيف كلوتينج فاكتور، مش هنلحقه نعمل له ان اكتيفيشن، هيعمل جلطه وقبل ما يمر في الليفر. لكن لو الدم ماشي بسرعه كويسه يبقى اولا باول اي اكتيف بروتين فاكتور يدخل ليفر ان اكتيفيتد، يدخل ليفر ان اكتيفيتد. لو الدم بطيء ما حصلش الحكايه دي. وده يحدث امتى؟ افتر اوبريشن. ليه بقى؟ لانك بعد الاوبريشن بتبقى قاعد مرتاح مش قادر تتحرك بالالم. نمره 2 الاوبريشن يا اولاد فكر بتنشط كلوتينج فاكتور، مش عاملين بنقطع جوه والتقطيع ده بيطلع تيشو اكستراكت ينشط الحاجات جوه. فعشان كده الاوبريشن خطيره، ان بنخاف جدا بعد الاوبريشن اللي يحصل جلطات لسببين. السبب الاساسي انك انت ما بتمشيش، بتقعد تنام من كتر الالم والتعب، فالدم ما بيمشيش بالسرعه الواجبه. عشان كده الترند في كل العالم دلوقتي ان الست والده ديليفري اهي، والده او واحد عامل عمليه ايميديتلي لازم يحاول يتحرك حتى ان كان متالم، يسند على قرايبه ويسند على النيرسز. فاكر بس النيرسز دي زي في ابو بكر عزت في كان بيقول انا مرتاح كده، انا مبسوط كده، مع علي طاهر في مسرحيه بس ناسي اسمها، انتوا عارفينها، مستند على النيرس اللي هي ليلى طاهر وعمال يقول انا مرتاح كده مبسوط كده. اظن واحد تاني عجوز مش كان ابو بكر عزت نفسه. لازم تتحرك. اقولها لك حاجه بطريقه لطيفه، الحركه بركه. مثل اهو كل الناس العوام عارفين الحركه بركه. وانس انك انت بطلت تتحرك يحصل لك جلطات. ليه؟ لان الاكتيف بروتين فاكتور مش هيروح الليفر تو بي ان اكتيفيتد. تاني سببه الاهم بقى، لما قلت لكم يا اولاد حافظوا على السموث اندوثيليوم الاثيروسكليروزس، تصلوا بشيء ما تاكلوش دهون كتير، ما تلاقولهاش بروتين يشيلها ويحتفظ بيها دايبه. عشان كده كل الليبيدز قلنا متشال على بروتين اثيروسكليروز. الاندوثيليوم بقت رف مش سموث، خشنه، بان تحتها الكولاجين، والكولاجين ده بدايه قصه البليتلتس. فاكر البليتلتس كان بتبدا ان البليتلتس الريسبتور في جلايكوبروتين كود تمسك في الكولاجين، وبدايه تنشيط فاكتور 12 هم بيسموه كونتاكت فاكتور عشان بيتنشط جوه جسم الكولاجين، وبيتنشط بره بالازاز فسموه جلاس فاكتور، فاكتور 12. فده اهم سبب، واحد في كل ثلاثه بيموت بالحكايه دي. والقصه معروفه، يقول لك فلان احكي لك قصته، جاله تصلب في شرايين القلب، عارف حصل له ايه؟ جلطه في القلب ومات. حصل له تصلب في شرايين المخ،
عارف حصل له ايه؟ جلطه في المخ، يبقى الاثيروسكلروز. يبقى الاكسسيف كلوت فورميشن اللي هي ثرومبو امبوليك كونديشن دي جايه من سببين، يا اما سلو بلاد فلو بيمنع الاكتيف كلوتينج فاكتور انه يروح لليفر تو بين اكتيفيتد، وده يحدث بعد العمليات خلاص افتر اوبريشن، ويحدث افتر اوبريشن وفي الدليفر يا اولاد. طيب وبعدين الاثيروسكلروز دي الاشهر راف اندوثيليوم، يبقى هيبان تحتها كولاجين اكتيفيت 12 والبليتلتس، يبتدي اهم عمليتين الثانيه والثالثه. نيجي بقى المرض اللي انت مستغربه وانا متاكد انك مستغربه، اللي هو اكسسيف بليدنج اند انترافاسكولار كلوتنج، يعني الاثنين مع بعض، واحد عنده بليدنج وعنده كلوتنج. فللوهله الاولى الواحد يقول ازاي الكلام ده، يعني ازاي الاثنين؟ تعال احكي لك وبقولها بجمله. في السايكولوجي اوف تيتشنج في حاجه اسمها الانفاميلياريتي، يعني ايه؟ لو استخدمت وده حتى في الاعلانات اسلوب غير مألوف ياخذ انتباه الناس في الاعلان او في الشرح، فانا لو شرحتها شرح عادي هتنسى. ازاي واحد يبقى عنده نزيف وعنده بلاطات في نفس الوقت؟ فبقولها بجمله لن تنساها، لا يصح ان يحمل الحي ميت، يعني الشخص الحي ما يصحش يشيل جواه حاجه ميته. واحد يقول لي مش فاهم، فهمنا اكتر. ام حامل يا اولاد خلاص عندها بيبي في بطنها، مفروض الام بترقب او بتراقب حركه البيبي، فلو البيبي توقف على الحركه يبقى معناها ان هو مات جوه الرحم، لازم تتنبه البيبي بطل يتحرك وتروح للدكتور وننزله في اورا، لان لا يجوز ان الام الحيه تحمل بداخلها شخص ميت اللي هو البيبي، يبقى ريتينشن اوف ديد فيتس ان ذا يوترس. طب ايه اللي هيحصل بقى لو ما نزلناهوش؟ تخيل البيبي الميت ده هيحصل ايه؟ هتتحلل انسجه الميته بتاعته، هو مات بقى، مش فايبل التيشو، مش نسيج كده حلو، نسيج ميت فيتحلل. فالتيشو اكستراكت نسيج الطفل المتحلل تدخل الدم تمتص في دم الام. الطالب دلوقتي ابتدى يفهم، يعني حاجه من التيشو الميت بتاع الفيتس دخلت دم الام، يبقى فاكتور 7 بيتنشط بايه؟ بالتيشو، تيشو ثرومبوبلاستين، حاجه في التيشو جاله حاجه من التيشو، ففاكتور 7 يتنشط ويعمل تجلط واوعى تنسى، وفاكتور 7 بينشط 9 بتاع الانترنسك، يعني 7 يشغل الاكسترنسك وينشط 9 يشغل الانترنسك، يبقى جلطات جلطات بالهبل. ليه؟ لان كميه التيشو اكستراكت، بيبي مات، بيبي شوف كميه نسيج رهيبه، جلطات بالهبل استهلكت كل الكواجيليشن فاكتورز، فبعد ما حصل جلطات 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 تم استهلاك كل الكواجيليشن فاكتور، وراها نزيف 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 لان مفيش كلوتينج فاكتور، حصل كونسامشن كلوتينج فاكتور. واحد يقول لي طب الحمد لله يبقى الكلام ده خاص بالستات بس، اقول له لا نحمد الله بس لا حضرتك عرضه برضه. راجل عنده سكر جاله غرغرينه في رجله، النسيج مات، رجله ماتت، يعني شكلها رجل بس نسيج اسود وميت، فنقول له بص ادام حصل لك غرغرينه في القدم لازم نبتر القدم. ليه يا عمو؟ لان لا يجوز ان يحمل الحي ميت، اللي هي الجمله الاساسيه اللي بتاعي. يقول لك لا انا عجباني رجلي كده، ما تقطعش رجلي. وخد بالك الاوتونومي از ا كورنر يونت ان ميديسن براكتس، يعني في ممارسه الطب اوتونومي يعني استقلاليه قرار المريض هي الاساس، ما تقدرش تجبر اي ان شاء الله لازم عمليه ولا يموت، ويقول لك مش هعملها، ما تقدرش تجبره، حاول تقنعه لكن لا تجبره، تقنعه ولا تجبره. فالعم مصر قال لك انا رجلي مبسوط بيها كده، اوعى تقربه منها، ابعد عني انت وهو. اديك عرفت ايه القصه، رجل ميته هيتحلل النسيج الميت يدخل الدم بتاع الراجل ده، تيشو اكستراكت جنب فايت جنب فاكتور 7 7 7 اسمه ليه اكسترنسك، بس هو بيتنشط بحاجه من بره من التيشو، هي دخلت له بقى الدم، تحللت النسيج الميت ودخل الدم، نشط 7 وايه تيشو اكستراكت بالهبل، حصل تنشيط ل 7 بالهبل، و7 ينشط 9 بالهبل، جلطات جلطات جلطات، تم استهلاك كل الكواجيليشن فاكتور، فحصل بليدنج بليدنج بليدنج. ادي بقى اللي هو الاكسسيف بليدنج اند انترافاسكولار
كلوتينج يا اولاد. ده disorders of hemostasis. موضوع من الطف الموضوعات. تعالى نراجعه في عجاله وما اعتقدش ان احنا هنحتاج اكتر من 10 دقايق ان احنا نخرج بره في بريك، هنكمل عادي خالص. طيب بص لي تاني. يبقى بس الافكار العامه تاني يا اولاد، قلنا ان اللي فاهم موضوع الهيموستيزيس كويس ان هو لابد ان تتزامل الهيموستيزيس مع الاصابه المعتبره، لان ده اخطر قرار قلنا في الجسم، ان واحد كل ثلاثه في عالمنا هذا بيموت بسبب عدم هذا التزامل. طب في احتمال ايه؟ ان في اصابه معتبره وما فيش هيموستيزيس، يبقى سيول الدم. طيب يبقى اكسسيف بليدنج، او في يعني بدون اصاب ما فيش اصابه معتبره وفيه هيموستيزيس، يبقى اكسسيف كلوتينج، وده الاخطر واللي قلناه في سطرين. فدي واحد في كل ثلاثه بيموت من الحكايه دي، او حاجه ما كانتش على دماغنا ان يحصل اكسسيف بليدنج واكسسيف كلوتينج، اللي هي قلناها في جمله لا تنسى ولن تنساها ما حييت، لا يجوز ان يحمل الحي ميتا، لان النتيجه الميت التيشو اكستراكس تحلل الانسجه هتدخل تاكتيفيت سبعه تنشط الاكسترنسك، وسبعه ينشط تسعه ينشط الانترنسك، جلطات بالهبل تستهلك كلوتينج فاكتورز كلها، بليدنج بعد كده بالهبل. نيجي اول واحده اللي هي كانت عاوزه شرح اكتر شويه. دلوقتي احنا في اصابه وما فيش هيموستيزيس، قال لك ده نوعين من العينين، لان احنا في بليتلتس خدناها في محاضره وكواجيليشن فاكتور في محاضره. لو انا عيان عندي ديفكت في الكواجيليشن فاكتورز يبقى مشكلتي في الجروح الكبيره، انما جرح صغير مش عاوز كواجيليشن فاكتور، ده البليتلتس. يبقى عندي اهم نقطه في الام اس كيو، الكواجيليشن تايم برولونجد، انما البليدنج تايم نورمال. وخدنا مرضين نقص فيتامين كي والهيموفيليا، وبهذا الترتيب فيتامين كي از ماتش مور كومن، وقلنا مرض عام فاكرهم يصيب مين؟ انت قول معايا بقى، ميل وفيميل، ويبوظ انترنسك واكسترنسك. وفاهم ليه؟ لان فيتامين كي مهم لعمل البروثرومبين جروب. مين هو البروثرومبين جروب؟ بروثرومبين، انا هعلي صوتي في اللي عاوزه، وسبعه يبقى باظ الاكسترنسك، وتسعة يبقى باظ الانترنسك، وعموما 10 مشترك ده كالبطل بيبقى باظوا الاثنين. انما هيموفيليا مرض نادر مرتبط بالاكس وريسيسيف، يبقى اللي عنده اكس واحده جاله المرض، انما اللي عنده اثنين اكس زي الفل حمله، مش حمله يعني صاحب مرض حمله له هتديه له، زي الملكه كوين فيكتوريا اللي هي نصبت قلت في سنه 1800 مش كده 37، ووزعت بناتها على ثلاث بلاد ضاعتهم، فسموه رويال ديزيز الهيموفيليا. قصص جميله. ده مرض يبقى اساسا في الميلز، لان الفيميل حمله له، مش حامله المرض غلبانه حامله الروح صاحب مرض، لا حامله له يا اخويا هتديه له، اديله على قفاه كده اهو، ثلاث دول خدت على قفاه، روسيا والمانيا واسبانيا. تاريخ، بنحكي لك تاريخ عشان تفهم. طب هنا ده يبقى مرض خاص يصيب اساس الميل، خاص اساس الانترنسك باث ويف كواجليشن، تبقى فهم 8، وده كان اكتر عدد، اكتر من 80% 8، عشان كده سموا ال 8 ده، ده اللي عنده 8 ما عندوش هيموفيليا، انتي هيموفيليا وتركيبه جلوبلين، مش هو بيتا جلوبلين كله كواجليشن فاكتور، انتي هيموفيليا جلوبلين، الاسم الاسهل انتي هيموفيليا ايه؟ اكتر من 80%. لحد ما الواد اللي هو بتاع سنة 50 ده ولا سنة 50 ستيفن كريسماس ادينا له فاكتور 8 وما خفش، دي قصة اكتشاف فاكتور 9 اسمه ستيفن كريسماس، فسموه كريسماس فاكتور او انتي موفيليا بي فاكتور 9. طب خلاص بقى لا يلدغ الجحر الحر الحر من جحر مرتين، معلش الكلام بسرعة بيلخبط شوية، فده في فاكتور تالت طلع 11 بقى، فسموه بلازما موجود في ثرومبوبلاستين يخلق ثرومبس، وسابق هو اللي بينشط 9 فسموه انتيسيدنت. يا ريت الزملاء يفهموا معنى الكلام ويشرحوه كده عشان الناس تفهم. يا جماعه لازم ننهض بالتعليم في بلاد، ما ينفعش نعمل ثوره معلوماتيه زي العالم كله. ده القصه دي. اما قصه الجرح الثاني للشخص اللي قلنا عنده ديفكت في البليتليت، يبقى مشكلته في جروح صغيرة خلاص بتيكي نقط،
تبتدي حمراء وعين تزرق تبقى بيربرا. والمشكله لو عملت له بليدنج تايم لكن كوبليشن تايم زي الفل يبقى اوعى تنساه بيربرا بحرف البي. الديفكت فين احفظها معايا بيربرا كمل بي. بليتلت نمرة 2 بيتيكي نمرة 3 بالبي واللي طويل البليدنج بي 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 ما تجيش احلى من كده بقى. يبقى بيربرا بليتلتس بيتيكي بليدنج تايم هو اللي طويل ونوعين يا اما العدد يقل دي اوتو اميون ديزيز نادر يعني انتي بوديز بتقلل عدد البليتلتس خلاص يبقى يسموها ثرومبوسايتو ثرومبوسايتس يعني بليتلت بانيك يعني عدد ينقص تحت كام اوعى تنسى قبه اهي 50000 هو مش 5 50000 عشان ما تنساش والا هتتبهدل او انها ضعيفه اثنيك سنين اله القوه عند الاغريق يبقى يعني لا اثنيك ضعف فين الضعف قلنا ما فيش ريسبتور على الجلايكوبروتين كوت للزملاء يتعلموا ايه الضعف وده نادر في نوع تالت بقى اللي هو فاسكولار بيرب ان العيب في الفيسلز اساسا ما هيشد ايه ولا ايه ده كان المجموعه الاساسيه طيب بعد كده قلنا في يبقى هيموستاسيس بدون اصابه يبقى انترافاسكولار اكسسيف انترافاسكولار كلوتينج لسببين ان واحد بعد العمليه بعد الاوبريشن او ست بعد ما ولدت مش عاوزه تتحرك طب الكلوتينج فاكتور اللي اكتف مش هيلحق يروح الليفر تو بي ان اكتيفيتد زائد ان الاوبريشن والدليفري نفسه بيقطع انسجه بياكتيفيت كلوتينج فاكتور وما بنلحقش نوديها الليفر تو بي ان اكتيفيتد يبقى الحل يتحرك عشان اي اكتف كلوتينج فاكتور من العمليه او من الدليفري يروح الليفر تو بي ان اكتيفيتد والحركه بركه الالعن بقى ما تقعدش تاكل بقى في ايس كريم وحاجات زي كده ده كل ده ليبيد يعمل لك اثيروسكليروزس يبوظ لك السموث اندوثيليوم اللي هي مخبيه كولاجين فاول ما الكولاجين يبان اكتيفيت البليتلتس ويل فاكتور 12 يضيعك واحد في كل ثلاثه بيموت من دي طب اصعب واحده اللي هي الثالثه بقى اكسسيف كلوتينج اند بليدنج قلناها في جمله لا تنسى فاكرها لا يجوز ان يحمل الحي ميتا ليه لانه ست مات جواها البيبي تروماتايز تيشو يعني انسجه متهتكه لازم نشيلها انسجه ماتت نشيلها تروماتايز او جانجرنس والا الانسجه دي هيطلع منها تيشو اكستراكت ينشط فاكتور ايه بقى بتاع الاكستنسك قلنا بطوله مطلقه لرقم كرمه الخالق لفاكتور 7 بطوله مطلقه الرقم الذي كرمه الخالق فاكتور 7 وسبعة بقى اكستنسك شغال بقى بالهبل لان كميه تيشو اكستراكت بالهبل جلطات 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 وسبعة ينشط 9 يبقى الانترنسك والاكستنسك جلطات بالهبل تستهلك الكواجليشن فاكتورز ننتهي بالعكس ببليدنج طيب نيجي بقى احنا كده يا اولاد فضلنا حاجه صغيره اللي هي التس وبعدين نقطتين صغيرين والتس احنا يعني اتصور اهي التس كيف نختبر سهل جدا هتعمق الموضوع في ذهنك تس اوف هيموستاسيس احنا قلنا الموضوع لطالب فاهم قوي ودي الطريقه اللي انا مصر عليها بشرح زي بقيه الزملاء ان موضوع الهيموستاسيس اذا انا يعني بتعجب لما الاقي زميل بيشرح ببتئس للزميل واللي بيسمعه وما يحللش ان موضوع الهيموستاسيس ينقسم الى شقين بليتلتس وكواجيليشن ما لهمش علاقه ببعض حتى واحد يقول لي ازاي مش انت قلت البليتلتس مهمه للتجلط اقول لك بقى معلومه للزملاء اعتبرها فقط معلومات عامه البليتلتس في الفيسيولوجي مهمه للتجلط لكن لا يوجد مرض في نقص البليتلتس يعوق التجلط مفيش ليه لان كميه البليتلتس اللي نحتاجها للتجلط قليله جدا 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 مش 50000 عدد تحت 10000 ما فيش مرة بينقص تحت 10000 فبرغم ان نظريا البليتلتس مهمة جدا للتجلط في الفيسيولوجي اسمها ترومبوسايتس لكن عمر ما نقصها ما هيؤدي الى عدم التجلط لانه ما فيش مرض بينقصها تحت الرقم اللي لازم للتجلط وهو تحت 10000 ادي اجابة للزملاء ليه هم حاجتين ما لهمش علاقة ببعض في بليتلتس وفي كواجريشن فاكتور
في الفسيولوجي البليكلس لازمها للتجلط، لكن في الطب واحنا عاوزين نبقى اطباء مفيش مرض بسبب نقص البليكلتس يتاثر التجلط. انا عارف ان السؤال ده كان في ذهن الاذكياء منكم. تاخد التاني. طب قول لي حاجه مهمه جدا، التجلط ومفيش نقص ياثر في التجلط. فاكتور 4 الايونايز كالسيوم. الايونايز كالسيوم لو نقص الاكسايتابيلتي هتزيد، قلنا نقص الكالسيوم يزود الاكسايتابيلتي، قلناها مع النقر، والعضلات هتنقبض وتموت مختنق قبل ان يتاثر التجلط. يبقى نقص الايونايز كالسيوم، الايونايز كالسيوم فاكتور 4 مهم في التجلط. مفيش مرض نقص الكالسيوم، يبقى مش كل حاجه مهمه في التجلط، في مرض يقابلها. في اتنين اوعى تنساهم معاك، ليه الزملاء؟ البليتلتس اسمها ثرومبوسايتس، وان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلم يحدث بلاك كواجليشن، بس عشان يتاثر التجلط لازم تنزل تحت 10,000، ومفيش مرض ما عندناش مرض بتنزل فيه تحت 10,000. طب مين حاجه تانية ايوم مهم للتجلط؟ ايونايز كالسيوم. عمر ما نقصه يؤثر في التجلط. ليه؟ لانه نقص الايونايز كالسيوم هيزود الاكسيتابيلتي، يعمل لك تشنج في العضلات وتموت مختنق قبل ان يتاثر التجلط. عاوز تفهموا هيستيز، تفهموا طب يا ولاد، كله زي كله. طيب نيجي التست بقى، كلام بسيط خالص. يبقى اذا العبد الله المسمى بالدكتور ناجي قال لك ان لازم التست نقسمها لمجموعتين، تست اوف بليتلتس وتست اوف بلاك كواجليشن، لا علاقه لهم ببعض. طيب هنا البليتلت كاونت هنشوف الكوانتيتي والكواليتي. قلنا الثرومبو سايتوبينيك نقص البليتلتس لازم تنقص عن كام عشان يتاثر الكلام ده، تبقى تحت 50,000 عشان يحصل لك ثرومبو سايتوبينيك باتر. طيب اللي عنده ثرومبو اثينيك باتر بليتلت ضعيفه، تعد الكاونت تلاقيه نورمال. طب يشخصوها ازاي؟ بيحطوها في محك يشوفوا قوتها بقى، بليدنج تايم اللي هو تعمل بين بريك وتشوف البليتلتس هتوقف النزيف بعد قد ايه. شوف ايه تعريف البليدنج تايم، تحفظه صم، تايم نيدد تو ستوب بليدنج، فين الكلمه المهمه؟ ويذاوت كلوتينج، من غير بلاك كواجيليشن البليتلت هي اللي ايه هتوقف. يبقى تايم نيدد تو ستوب بليدنج ويذاوت كلوتينج تعملها ازاي؟ بين بريك، تشوك ايدك بالدبوس بعد ما تطهر صباعك وبنشافه من غير ما تلمس الجلد عشان ما تساعدش كواجليشن، تسحب الدم اول باول، النزيف بيقف بعد 3 دقائق نورمالي 1-3 مينتس. بيقف ازاي؟ بالبليتلتس. ازاي؟ البليتلت بتعمل بروحها بازو كونستريكشن بثلاث مواد اهم، سيريتونين، ثرومبوكسان اي 2 اللي هو بروستاجلاندين، و ادينوزين داي فوسفيت. داي فوسفيت عشان كنا من محاضرة تانية فيها الاي دي اتش اللي هو هرمون، لا انتوا ادينوزين داي فوسفيت، ادينوزين داي فوسفيت. وتاني حاجة ان البليتلتس تعمل بليتلت بلاج. طيب ده البليدنج تايم، لازم البليتلتس تبقى محترمة عددا يعني كما وكيفا. فبرولونجد في البيربرا، قلنا البيربرا بيبقى طويل فيها البليدنج تايم، فاكر؟ يبقى قلنا هذا الكلام. يبقى خد بالك هجيبها لك سؤال، يبقى سواء انا عندي ثرومبو سايتوبينيك بيربرا عددهم قليل او ثرومبو اثينيك بيربرا ضعاف، سواء بسبب نقص العدد او بسبب الضعف مش هيعرفوا يوقفوا النزيف في 3 دقائق من غير جلطه، يبقى في الاثنين البليدنج تايم هيبقى برولونجد في النوعين، انما فقط في الثرومبوسايتوبينيك بيبقى الكاونت ناقص تحت 50,000. دي الاسئله عشان تفكر. ده هاو تو تيست البليتلت، بنقيس عدد البليتلتس اللي هو الكاونت، وبنقيس نشاط البليتلتس بنحطها في محك اللي هو البليدنج تايم، تايم نيدد تو ستوب بليدنج ويزاوت كلوتنج. تبقى حافظ الكلام ده صم، نورمالي ما يزيدش عن 3 دقايق، يهمني الرقم ده، اقول 1-3 ده المهم ما يزيدش عن 3 دقايق. والبليدنج تايم يعتمد على البليتلتس ويطول في البيربرا، واقولها تاني الرباعيه، البيربرا بليتلتس بيبقى العيان عنده بيتيكي واللي طويل عنده البليدنج تايم نوت كواجريشن تايم. ناخد بقى تيست فور بلاك كواجليشن.
في whole blood coagulation time. يبقى هنا بقى time needed for blood to clot. ايه تعريف البليدنج تايم؟ تايم نيدد تو ستوب بليدنج without coagulation. انما هنا تايم نيدد فور بلاد تو كلوت. بنعملها ازاي؟ عارف بتجيبوا انبوبه اختبار كابيلري تيوب، انبوبه شعريه زي بالظبط زي رواجد، وتحط فيها دم يعني تعور روحك، فتحط ال 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 الانبوبه هرسمها لك اهي اهي. معلش مش كل حاجه ساعات، انبوبه شعريه كده، فما بتحطها هي بتسحب الدم من الخاصيه الشعريه، الدم هيعلى في الانبوبه الكابيلر تيوب ده من الخاصيه الشعريه، وبعدين تبتدي حضرتك تكسر الانبوبه دي كل دقيقه ونص تكسر حته لحد ما في لحظة تلاقي خيط أحمر نازل من الأنبوبة، يا هو ده الجلطة. بس أدينا رسمناها هاي. يبقى الأول تشك نفسك يطلع نقطة دم، وبعدين تحط الأنبوبة الشعرية هي من غير ما تشكر بالخاصية الشعرية هيطلع الدم، وبعدين تبتدي تكسر حتة من التيوب، تكسر حتة كل نص دقيقة أو دقيقة لحد ما مرة تكسر حتة تلاقي خيط أحمر نازل، هو ده الجلطة. نورمالي التجلط بياخد 3-10 دقايق، خد بالك الارقام هناك 1-3 هنا 3-10، تملي برضو مش عاوز عبط، بيهمني الابر ليميت ان في البليدنج تايم ما يطولش عن 3 دقايق، الكلوتينج تايم ما يطولش عن 10 دقايق. ده ديبينز على ايه؟ اسمه كواجيليشن تايم، يبقى 100% على الكواجيليشن فاكتورز. يبقى يطول امتى؟ في الامراض اللي الكواجيليشن فيها فاكتور مش موجوده، نقص فيتامين كي اللي ناقص فيها بروثرومبين 7-9-10، او الهيموفيليا اللي هو الانترنسيك باثوي اللي هو 8-9 قبل 10، وبعدين بعد 10 في مين 11 بس توقف مفيش 12. طيب دلوقتي انا ايه الفرق بين نقص فيتامين كي والهيموفيليا؟ في نقص فيتامين كي بايظ الانترنسيك والاكسترنسيك، في الهيموفيليا ناقص الانترنسيك بس. يبقى عاوز تجارب تقول لي دي نقص فيتامين كي ولا هيموفيليا. فعندي تجربه للاكسترنسيك باثوي اسمها بروثرومبين تايم بتاعت الاكسترنسيك باثوي، وتجربه للانترنسيك باثوي اسمها اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. كلمه مفهومه قوي. يعني انا ارام الاخر الاول الزمن لتخليق الجلطه بلاستين تايم يعني تخليق الجلطه بناحيه واحده بس بالانترنسيك، يبقى بارشال اكتيفيشن. شفت بقى حلو ازاي الفهم لما ناخدها؟ مخنا متركب يمين هما مخهم متركب شمال، اي جمله تلاقيها صعبه اقراها للعبد الله علمها لك من الشمال من اليمين للشمال، هما بيقولوها من الشمال لليمين. يبقى التايم ثرومبوبلاستين اللي عمل الجلطه، بلاستين يعني تخليق الجلطه بطريقه واحده بس بالانترنسيك، يبقى بارشال اكتيفيشن تنشيط جزئي بالانترنسيك بس. ده تيست فور انترنسيك باثوي. بالعقل كده انا عايزك تفكر مين بياخد وقت اطول؟ قلناها في المحاضرة اللي فاتت، الانترنسيك ولا الاكسترنسيك؟ طبعا الانترنسيك، لان 12 ينشط 11 ينشط 9 ينشط 8، يبقى حتى قلنا كاسكيد. انما الاكسترنسيك كانت بطولة مطلقة لفاكتور 7، فعش كده دي مفروض يحصل جلطة في 14 ثانية، ثانية مش دقيقة، لان احنا قلنا كل الكواجريشن تايم 10 دقايق، هنا 14 ثانية، انما هنا اطول شوية 40 ثانية. انا بركز في الرقم لطيف 40 و14. شوف الحفظ بحل. هنا طبعا 30 to 40، بس خليك ذكي احنا يهمنا الابر مش، يبقى 40 وهنا 14 حلوه، يبقى دي 40 ودي 14. طيب برونز امتى بقى؟ احنا قلنا نقص فيتامين كي بيبوظ فيه الانترنسيك والاكسترنسيك، يبقى الاثنين طوال في نقص فيتامين كي. انما في الهيموفيليا مين اللي بايظ فقط؟ الانترنسيك، يبقى اللي طويل هو الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. طب وعليه الاذكياء بقى؟ لو انا العام معهوش غير فلوس يعمل تجربه واحده، انا قلت لك هو عنده هيموفيليا او نقص فيتامين كي ومعاه فلوس يعمل تجربه واحده، تعمل انهي تجربه؟
ايه رايك لو عملت دي الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم هي طويله في الاثنين يبقى مش هتفرق بتاعت الانترنسك لان فيتامين كي بايظ في الانترنسك والاكسترنسك واللي مفيد لها الانترنسك بس يعني برضه الانترنسك بايظ يبقى تعمل بروثرومبين تايم اللي هو بيختبر الاكسترنسك هتلاقيها طويله في نقص فيتامين كي لان فيتامين كي ما عندوش اكسترنسك باثوي سليم سبعه مش موجود انما هتلاقيها نورمال في الهيموفيليا اما ازاي بيعملوا التجربه هم مش قايلينها بس انا احب اقولها لك في عجاله بصوا معايا يا اولاد احنا جيب انبوبه اختبار نحط فيها ستريتد بلازما بلازما محطوط عليها ستريت يعني شلت منها الكالسيوم يبقى تتجلطش ما فيهاش كالسيوم حطيت ستريت ثم الزميل المساعد بتاعي يعمل اتي بمعاه ستوب ووتش ويضيف على الانبوبه في ان واحد حاجتين كالسيوم يبقى رجعنا الكالسيوم تاني حطينا كميه كالسيوم تاني تعوض الكالسيوم اللي اتاخد بالستريت لو حطيت تيشو اكستراكت تيشو يبقى انت بتستخدم اني باثوي الاكسترنسك باثوي انما لو حطيت سيرفيس اكتيفيتور اللي احنا قلنا فاكتور 12 بيبقى اكتيفيتد بالكونتاكت مع السيرفيس بيسموه كونتاكت فاكتور يبقى انت بتاكتيفيت ال 12 يبقى انت بتستخدم الانترنسك يبقى تاني التجربتين بتجيب بلازما ستريتد عمرها ما تتجلط ثم المساعد في ان واحد يشغل ستوب ووتش ويحط لك حاجتين يحط لك الكالسيوم يبقى هتتجلط ايه لو حط التيشو تيشو اكستراكت يبقى بيشغل اكسترنسك حط سيرفيس اكتيفيتور يبقى بيشغل الانترنسك ده اللي هي التجارب يبقى في الاول نشوف الهول بلاد كواجيليشن تايم وبعدين نشوف نختبر الانترنسك والاكسترنسك عندي حاجه لطيفه في الحفظ يا اولاد ساعات الطالب بيلخبط البروثرومبين تايم تيست فور اكسترنسك والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم تيست فور انترنسك بيلخبطوها معايا عمرك ما تلخبط عارف ليه شيل كلمه تايم من الام اس كيو لو لقيت فاضل كلمه واحده بروثرومبين يبقى ده الباثوي اللي عاوز فاكتور واحد هي مصادفه مجرد مصادفه بس جميله اللي هي فاكتور 7 يبقى دي تيست فور اكسترنسك لو بعد ما شلت كلمه تايم لقيت فاضل اربع كلمات اكتيفيتد بارش ثرومبو بلاستين يبقى هي دي التجربه اللي عاوز اربعه فاكتور يبقى دي تيست فور انترنسك لانه كان عاوز اربعه فاكتور 8 9 11 12 مجرد مصادفه بس في الامتحان ما انت لازم هو الاثنين بيتستوا كواجليشن بس واحده بالاكسترنسك واحده بالانترنسك مين فيهم اكسترنسك ومين انترنسك طريقه رائعه اهي عمرك ما هتنساها شيل كلمه تايم لو لقيت فاضل بروثرومبين كلمه واحده يبقى فاكتور 1 7 يبقى دي تيست فور اكسترنسك اهي لكن لو شلت تايم لقيت فاضل اربع كلمات اكتيفيتد بارشال ثرومبو بلاستين بعد ما شيل تايم يبقى دي الاربعه فاكتور يبقى دي تيست فور انترنسك قلنا دي بتاخد وقت اطول 40 سكندز انما دي 14 طيب دي حطيت مع الكالسيوم ايه حاجه تنشط 12 عشان انترنسك سيرفيس اكتيفيتو انما هناك حطيت تيشو اكستراكت عشان تنشط 7 فيتامين كي بايظ فيه الاثنين الاكسترنسك والانترنسك انما الهيموفيليا بايظ فيه واحده بس اللي هي الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم كده احنا ثيوريتيكالي خلصنا الهيموستيزيس اللي عليك بس انا عاوز نقاط صغيره جدا تجميعات صغيره نعرفها مع بعض قلت اول واحده فيها هقولها تاني في عجاله اللي هي ايه اللي بيلخبطك في الهيموستيزيس او بص يا اولاد اقول لك حاجه انا عشان عارف انكم تعبتوا شويه اسيبكم 10 مينتس ونرجع فور هاف ان اور اوكي اي ثينك ذيس ويل بي نايس 10 دقايق ونرجع تاني مدة نص ساعة نقول شوية تجميعات يعني كده ثيوريتيكالي احنا خلصنا اللي عليك بس هساعدك بشوية تجميعات جميلة